الكنز. أهلا بيكم. بلا شك الأطفال يعني مع الأسنان عالم مثير وممتع، ومشهورة الأسطورة بتاعت جنية الأسنان اللي بتيجي تاخد السنة وتسيب العملة الذهبية كيعني، ومشهورة الأغنية أنا مش فاكرها، كان زمان، يا شمس يا شموسة تعالي خدي سنة مش عارف إيه، حاجات الجميلة دي بتاعت جدتي رحمة الله عليها، والجدات بتوع زمان الجمال دول كانوا بيغنوها. لكن الولد الصغير أو الطفل الصغير يعني يوم بالنسبة له مثير جدا، قد يكون بداية لتجربة سعيدة للغاية، وقد تكون بداية لصدمة تستمر معاه مدى الحياة، اللي هو يوم ذهابه لدكتور وعيادة طب الأسنان. إما إن هذا الطفل يعشق طب الأسنان، بل إنه بعد كده يبدأ بقى يقلد طبيب الأسنان بتاعه ويلبس زيهم وبتاع، ويقول له الآخرون عايز يطلع، فيقول لهم عايز يطلع دكتور سنان، أو أول ما يشوف أي حد لابس بلط أبيض أو يشك إنه دخل مكان بتاع طب أسنان يبدأ يبكي بكاء مريرا، لأنه له تجربة غير ناجحة مع الموضوع. الأهل ساعات بيغلطوا غلطة جبارة، ساعات الأم تقول لابنها لو ما عملتش كذا هوديك تاخد الحقنة عند دكتور السنان، أو هديك الحقنة، وساعات تغلط الغلطة جوه العيادة وهي مع ابنها، تقول لها، تقول للدكتور جملة يعني تبدأ بقى المأساة هنا، هو هياخد الحقنة إمتى؟ هتديله الحقنة إمتى؟ بالنسبة للطفل كلمة الحقنة دي أكبر عقاب في الحياة في السن ده. تعالوا نعيش مع طب الأسنان الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ونفهم لأول مرة بالذات ذوي الاحتياجات الخاصة يكون في برنامجنا نحن نتكلم عنهم بالتفصيل في عالم طب الأسنان مع واحد من نجوم هذا المجال. نادي ضيف العزيز، هو الاسم المتميز للغاية في المجال ده، الأستاذ الدكتور هيثم الشرقاوي، استشاري أسنان الأطفال، طب أسنان الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، صاحب ماجستير لطب أسنان الأطفال من كلية طب جامعة اسكندرية، وعضو الأكاديمية الأمريكية لطب أسنان الأطفال، الاسم المتميز. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا دكتور. النهاردة أول مرة نتكلم على الأسنان في أطفال والأسنان في ذوي الاحتياجات الخاصة. إيه، هبدأ بالأول طب أسنان الأطفال. هذا البرنش مظلوم، مش مفهوم إن له متخصصينه. صح. يعني كان زمان الناس بتودي طبعا أطفالها لدكتور أسنان عادي، فمؤخرا ابتدى يبقى في وعي عند الناس إن في تخصص اسمه طب أسنان أطفال، وفي عيادات كتير ودكاترة متخصصين لطب أسنان أطفال. ابتدى الوعي يبقى موجود عند الناس، وده مهم جدا، لأنه دكتور أسنان الأطفال هو اللي بيعرف يتعامل مع الطفل، هو اللي هيعرف يفهم نفسيته، هو اللي هيعرف يهيئه، هو اللي هيعرف يتعامل مع الخوف بتاعه، هو اللي هيعرف يحتويه، وبعد كده يسلمه الدكتور أسنان الكبار لما يوصل لمرحلة الشباب. إيه أسباب الخوف؟ يعني ليه الطفل بيخاف من طب الأسنان؟ أكتر حاجة مؤلمة في الدراسات كانت حقنة البنج، زي ما حضرتك تفضلت في المقدمة، دي أكبر رعب من دكتور الأسنان، هي حقنة البنج أو ساعة ما ياخد الحقن، سواء بمعتقدات قديمة أو سواء إن هو ارتبط دايما أنا هروح لدكتور الأسنان يبقى هيديني حقن. فالشكة بتاعت الحقنة أو الألم دي أكتر حاجة مرعبة، بجانب طبعا الأدوات والصوت بتاعها، بتاع صوت الأدوات اللي بتاعت الأسنان بالنسبة لطفل صغير بتبقى مزعجة جدا، كأنها رعب. إن ناس بتفتح بقه وبتشتغل في بقه وهو لسه صغير بيبقى رافض تماما الفكرة دي. الطعم، المية، حاجات كتير جدا بتخوف الطفل من دكتور الأسنان، أهمها خالص هي حقنة البنج، ثم بقية الحاجات اللي أنا ذكرتها. انتوا طورتوا بشكل كبير، طورتوا من حاجات متعلقة بطب الأسنان الأطفال، بقت الأمور فيها تكنولوجيا كبيرة، فيها أفكار كمان، مبتكرين طبعا. يعني مثلا للحقنة اللي هي البديل للحقنة دلوقتي، بقى في حقنة بنك بدون سن، بتبقى زي قلم الانسولين كده بالضغط، بتقدر ان انت تدي الحقنة الكترونية كده بدون ما يكون فيها شكاكة او فيها سن، بقود انتفاع السائل، دي بقت بديل للحقن. في بعض الأحيان دلوقتي الحاجات الحشوات والحاجات البسيطة ما بنحتاجش فيها الحقنة أوريدي، يعني ما بديش حقنة البنك، ندي حقنة البنك بس في حالة لو مثلا عصب أو لو تلبيسات، دي الحقنة اللي أنا بقول لحياتك عليها بدون سن، زي القلم كده. كمان الطفل بيبقى لابس نظارات الـ VR فمش شايف حاجة، وبيتفرج على فيلم أثناء الحقنة،
فطبعا ده بيخليه ما يحسش. هو دلوقتي خلاص عايش بقى في الملاهي، عايش في جو تاني. البتاع الجميله دي ده هو في الملاهي ومش واخد باله ان في حقنه بالفعل، ومتشك بس مش حقنه، وما تشكش مفيش الشكه نفسها. مفيش الشكه دي. ايه تاني، ايه الحاجات اللي انتوا عملتوها تاني؟ طبعا برضو من وسائل الترفيه اللي هي نظارات الفي ار دي، هي مش ترفيه بس، هي ليها اساس علمي. كويس، انا عامل بحث مثلا منشور في الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريك دنتري سنه 2012 عن استخدام النظاره دي اثناء اعطاء حقنه البنك، وازاي انها بتقلل الاحساس بالبنك. في 90% من النتائج كان الاطفال اللي اخذوا حقنه البنج وهم لابسين النظاره ما حسوش خالص بالالم. باعترافهم هم وبمقياس الالم عن طريق الاوبجكتيف والسبجكتيف. او احنا شفنا صوره كمان الطفل ما عملش اي رياكشن بتاع الم. لانه بيبقى عايش في واقع تاني، يعني هو عايش مع الحاجه اللي بيحبها، عايش في الفيلم او في البيئه اللي هو بيحبها، ناسي خالص ان هو في عياده اسنان، فمخه بيبقى مشغول فما بيحسش خالص بالحاجه اللي احنا بنعملها. ده الفيرجن الجديد من نظارات الفي ار اللي هي ميتا، تبع شركه ميتا، بتحطه في بيئه افتراضيه كامله. يعني مش مجرد انه شايف فيديو بيتفرج عليه، لا ده بيلعب وبيعمل كل حاجه طبعا، وهوش قاعد على الكرسي. ده بنستخدمه بعد ما يخلص علاج او قبل وهو في الانتظار، علشان خاطر يبقى جاي المكان بيلعب، وبتهيئه كتير جدا لما يجي يدخل عند دكتور الاسنان ويبقى حابب الزياره وحابب المكان. الحيطان كمان، الديكورات طبعا خاصه، طبعا الديكورات، لانه الطفل، احنا من طب اسنان اطفال اهم حاجه ان الكلينيك نفسها تبقى تشايلد فريندلي. درسنا كده من زمان جدا، من 30 سنه، انه لازم الكلينيك بتاعت البيدو او بتاعت الاطفال تبقى تشايلد فريندلي. مش كل الناس بتطبق ده، لان معظم الناس بتبقى مثلا شغاله في مراكز فمش هيخصص ايده يعني غرفه مخصوصه للبيدو، لكن دكتور البيدو او دكتور بتاع اسنان الاطفال بيبقى مهيئ العياده كلها للطفل، من الالوان، من الديكورات، من الشخصيات اللي موجوده، من التعامل، وده طبعا بيفرق كتير جدا مع الطفل. بيسموه بيدو بيدياتريك دنتري او بيدو. يعني ده جميل قوي التعبير ده طبعا. هنا هو هنا لابس باتمان. انتوا بتلبسوه يعني ولا الاطفال بيجي بيبقى عشان تقول له ان هو مثلا قوي او يتحمل الحاجات، فيبقى سوبر هيرو. دايما بيبقى معظم الاطفال متعلقين بالسوبرمان والباتمان وكابتن امريكا والشخصيات دي. فاحنا احيانا في العياده ممكن نلبس كابتن امريكا مثلا او نلبس الشخصيات دي ونلبسها كمان للاطفال، سوبر هيروز. وهنا الالوان بتاع الحيطان على فكره مختلفه، والكرسي نفسه برده مختلف، والسيت اب نفسه بتاع العياده تحس ان هي مش عياده، ان هي مكان للعب خالص. يعني حتى الحوض، الصوره دي بقى لها 20 سنه مثلا. دي 20 سنه؟ دي من 20 سنه؟ من 20 سنه، ومش هنا، كانت في الكويت. طيب في الكويت. هنا في مصر نفس الكاركتر طبعا. طبعا الالوان كمان دي غير الوان عياده الاسنان الكلاسيكيه. طبعا الطفل ما بيحبش اللون الابيض عموما، ما بيحبش اللون الابيض، فالدكتور مش هيلبس بلطو ابيض ومش هيخلي الحيطان بيضاء. انت لابس هنا كابتن امريكا. الله، حلو قوي كابتن امريكا هنا ده. ده جميل جدا. الاطفال يعني فكره التعامل معهم على انهم سوبر هيرو دي فكره رائعه للغايه. يعني بالمناسبه ديت الفنان المبدع سامح حسين عامل فيلم حلو قوي اسمه سندوتش عيال. فيلم رائع برغم وسامح حسين في رايي من الفنانين اللي مش واخدين حقهم في مصر بشكل كبير. بس طلع الاطفال برضو كلهم كانهم يعني ابطال خارقين، وده شيء رائع للغايه. الطفل دايما بيحب التحدي وبيحب يحس ان هو قوي وان هو يقدر، فانت لما بتلعب على النقطه دي عنده بيتغلب، حتى لو حاسس بألم مثلا بسيط بيتغلب عليه. لكن لو انت ما عملتش كده هيبقى اي حاجه صغيره هتوجعه، وهتشوف بقى هستيريا وبكا وحاجات تانية خالص. في طرق تانية للتخدير غير البنج اللي هو قلت لحضرتك غير الحقنة؟ البنج الحقنه الالكترونيه دي دي طبعا من الطرق الحديثه اللي احنا بنستخدمها. احيانا كمان بنستخدم الليزر، ده ما بيحتاجش تخدير خالص. يعني استخدامات الليزر حتى في طب اسنان اطفال ممكن تغني، بنستخدمها في الحفر مثلا بدل الهاند بيس وبدل التوربينه او الاله دي، نقدر نحفر ونقدر نعمل علاج عصب بدون الم خالص. هي اللي احنا شايفينها دي تخدير بدون اي ابره. ده بدون ابره، هو دلوقتي حتى الراجل لو شفت حتى الآلة ما فيش فيها سن، يعني مجرد رابر بس، يعني كاوتش كده مطاط وبس، هي بتعمل صوت بسيط وما بقاش فيها اي الم. العيلة والام تحديدا، لان هي المسؤول الاول عن الطفل
وبرضو الأب طبعا لو الأم يعني ما عندهاش الإمكانيات سواء التواجدية أو الاقتصادية، هم مسؤولين يجيبوا لك الطفل عند أول زيارة إمتى؟ دايما بنقول إن الطفل يزور دكتور الأسنان مع ظهور أول سن، يعني لما يبتدي يسنن ويبتدي يظهر الأسنان يبقى ده ميعاد الزيارة. ده بيبقى غالبا عند سن 6 شهور. لو شفنا البيبي اللي قاعدة على الكرسي دي يدوبك عندها سنتين بس، دي عندها 6 شهور وجابتها مامتها علشان تفحص أسنانها. شوف بتضحك ازاي، شوف يعني مبسوطة ازاي، تتعود على زيارة دكتور الأسنان من بدري. دكتور الأسنان يبتدي يشيك بس على الأسنان، يشوف البنية بتاعتها سليمة ولا لا، يعلم الأم ازاي تنظف الأسنان من السن ده بدري عشان نتجنب تسوس الأسنان المبكر اللي بيحصل عند الأطفال الرضع. هنا ده بيبي يعني ده أقل كمان من 6 شهور. لسه ما طلعش أسنان، ولكن بنعلمه ازاي ينظف الأسنان بشاشة مبلولة بمية علشان يسير أثار اللبن أو الرضاعة. الأطفال مبسوطين في السن الصغير زي ما أنت شايف، مش مرعوبين، مبتسمة وعايشة حياتها بيتعود بقى على كده. إيه المشاكل اللي بتحصل في سن أسنان الأطفال مبكرة؟ طبعا الناس مفكرة إن تسوس الأسنان بيحصل عند سن مثلا 6 أو 7 في سنين المدارس، وده المفروض اللي يحصل. يعني أي طفل حصل عنده إصابة بالتسوس قبل 6 سنوات يعتبر هاي ريسك للتسوس، يعني احنا بنصنفه كده ان ده عنده قابلية عالية للتسوس. فالمفروض ان أسنان الأطفال ما تسوسش لحد سن 6 سنين. انا 90% من الحالات اللي بشوفها بتبقى في سن 1.5 أو 2 سنين الأسنان بالكامل بتبقى متدمرة، يعني عصب وتلبيسات والسنان كلها متأكلة بالكامل في سن 1.5 أو 2 سنين لسن 4 سنين الأسنان كلها بايظة. طب ايه سببها الموضوع ده؟ سببه بيبدا من الرضاعه. عشان كده قلنا ان الزياره لازم تبقى بدري ولازم ناخد بالنا الموضوع. طب علاج الاسنان بقى في الطفل الصغير ده اللي هم لسه 2 و3 سنين هيبقى ازاي؟ اكيد هيختلف تماما عن علاج الاسنان في شخص كبير او في سن اكبر من كده. في تحديدا مع الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه ازاي بيتم التعامل؟ ذوي الاحتياجات الخاصة في منهم كاتيجوريز كتير، يعني في منهم مثلا الأطفال الداون. الأطفال الداون دول نقدر إن احنا معظمهم بنقدر نتعامل معهم في العيادة عادي، يعني نقدر ننظف أسنان ونقدر نعالجه، بس بشرط إنك تثق فيه أو يثق فيك هو. يعني يبتدي يتعرف على المكان، هو نمطي شوية، يبتدي يتعرف على الدكتور يثق فيه، فممكن يقعد ويعالج أسنانه زي الشخص الطبيعي. في بعض الأطفال عندهم ميديكال سبيشال نيد، بس يكونوا يعني عندهم ذوي احتياجات خاصة طبية، يعني عندهم إعاقات طبية أو أمراض طبية تمنحهم من العلاج على الكرسي. دول بنضطر إن احنا ندخلهم بنج عام أو نعمل لهم عمليات لعلاج الأسنان. في بعض ذوي الاحتياجات الخاصة اللي عندهم إعاقات حركية بسيطة نقدر إن احنا بنحطهم على الكرسي وبنعالجهم عن طريق إن احنا بنعمل زي ربط أو زي بيم باك كده بتبقى زي في الكرسي، بتحاول إنها تثبتهم في وضع معين ونقدر نعالجهم. معظم ذوي الاحتياجات الخاصة نسبة كبيرة منهم بقى تانية بتبقى العلاج بتاعها بالبنج الكلي، في عملية بيتم العلاج كله في جلسة واحدة. طب بالنسبة يعني سؤال، إجراءات شوية اللي شبه الأسنان الكبار زي التركيبات، هل في إجراءات زي دي بتعمل الأطفال؟ غالبا معظم الناس عارفة إن الأطفال ما بتركبش أسنان، لكن في حالة معينة وحيدة بنقدر نركب فيها الأسنان، لما يكون طفل مثلا عمره صغير زي في الصورة دي 3 سنين 4 سنين فقدت أسنانها كلها الأمامية نتيجة التسوس، يعني الأربع أسنان الأمامية مش موجودين، داخلة سن مدرسة كويس في الحضانة أو في المدرسة، الأطفال بيتنمروا عليها، المنظر مش حلو، يعني بيقولوا فين أسنانك راحت فين، فبنضطر إن احنا نركب لها تركيبة، والتركيبة دي بتكون بغرض مؤقت مش تركيبة دايمة، بس لمجرد ظهور الأسنان الدايمة، بتقعد مثلا 2 سنين معاها أو 3 سنين لحد ما تظهر الأسنان الدايمة، وساعتها بتروح للدكتور بيشيل الجهاز دوت عشان يدي فرصة للأسنان الدايمة إنها تطلع. أول ما تبدأ بقى التوقع السني للأسنان الدايمة. أيوة مظبوط، نسحب التركيبة دي على طول. طبعا في كتير من الاهل بيلاقوا من فكره البنج الكلي. طب ما انا ساعات بحتاج لبنج كلي. طبعا البنج الكلي هو طريقه من طرق العلاج الامنه للاطفال، واللي موصي فيها الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريك دنتستري اللي هي الجمعيه العالميه، والا ما كانش اعترف بيها في العالم كله. في امريكا البنج الكلي بيتعمل في عيادات الاسنان عادي، مش في مستشفى ولا في مركز طبي ولا في اي حاجه، بس بيكون الدكتور مؤهل لده وعنده دكتور تخدير في العياده، وبينيم معظم الاطفال وبيعمل لهم علاج عصب او علاج شامل تحت البنج الكلي. فالبنج الكلي هو امن، بس بشرط ان تطبيق
الشروط والمعايير اللازمة، اختيار الحالة اللي المفروض اللي انت هتشتغل فيها بنج كلي كويس، يعني مش اي حالة ندخلها بنج كلي. ما فيش واحد مثلا يبقى عنده سنة واحدة مثلا فيها تسوس بسيطة اقدر اعمله على كرسي اقوم جاي مدخله بنج كلي، لا. وعندي طفل مثلا يكون سنانه كلها بايظة وسنه صغير جدا ومستحيل ان انا اعالجه على كرسي، ساعتها ده يبقى الفيرست تشويس على العلاج بتاعي ان انا ادخله بنج كلي او اعمل له عمليه لعلاج اسنانه كلها مره واحده في البنج الكلي. طفل مثلا من ذوي الاحتياجات الخاصه، واحد عنده فوبيا شديده، يعني مثلا في الصوره اللي قدامنا دي كان عنده تسوس في الاسنان كلها وفي الضروس، لو في الصوره اللي اليمين شايفين الاسنان الاماميه كلها مسوسه والضروس كمان مسوسه، بنقدر نعالجه في خلال ساعه واحده بقى، نعمل كل الاسنان مرة واحدة، علاج عصب وتلبيسات وحشو وكل حاجة في جلسة واحدة وهو نايم، بدل ما ياخد زيارات كتير قوي ومش هيقدر ان هو الكومبلاي او ان هو يتابع الزيارات دي مع دكتور الاسنان. ده طفل تاني برضو عنده تسوس في الاسنان الامامية وتم علاجها بالحشوات التجميلية. ما شاء الله. هروح بقى العالم ده برضو دي بس واحدة كبيرة شوية من ذوي الاحتياجات الخاصة، عمرها 35 سنة، لفت طبعا في كل حتة علشان تعالج الأسنان، شايفين الأسنان متدمرة خالص وكل الناس قالوا إنها تتخلع لأنه مفيش أي أمل في الأسنان لأنه بايظة جدا. فإحنا عالجناها، عملنا عصب وعملنا دعامات وعملنا تلبيسات والكلام ده كله كان في جلسة واحدة خلال مثلا ساعتين، خلصنا العلاج وركبنا لها بعديها بجلسة بعد أسبوع تركيب. خضعت لبنج كلي ولا؟ طبعا بنج كلي. هذهب إلى العالم المثير في عالم الأطفال هو التقويم. التقويم هو واحد من أشهر يعني برنشات طب الأسنان متعلقة بالأطفال. تبدأ إمتى سن التقويم؟ العادي إن هو في سن 12-13 سنة بنبدأ مع تبديل الأسنان كلها، يعني الفيصل بتاعنا بتكون إن الأسنان كلها اللبنية اتبدلت والأسنان الدايمة اكتملت، ساعتها بنقدر نتدخل ونعمل التقويم. لكن في حالات بنتدخل فيها بدري، يعني مثلا لو الطفل ده عنده عادة زي عادة مص الإصبع كويس، عادة مص الإصبع لو الطفل ما بطلهاش عند سن 6 سنوات مع ظهور الأسنان الدايمة بيبتدي يحصل اعوجاج في الأسنان وبروز في الفك ويحصل مشاكل كتير، ساعتها بنتدخل بتقويم اسمه تقويم وقائي أو التقويم دوت بيبقى عن طريق إن احنا بنركب جهاز نوقف العادة ونظبط شكل الأسنان. معظم التقويمات اللي بتتعمل في سن مثلا أقل من سن 12 بتبقى تقويمات متحركة مش ثابتة. تسوس الأسنان في الأطفال برضو بدأ يبقى شهير الفترة الأخيرة. ليه الفترة الأخيرة بقت حالات تسوس الأسنان في الأطفال كثيرة؟ الحلويات، سوبر ماركت، الحاجات طبعا طبعا المغريات كتير جدا. كان زمان احنا في جيلنا انا كنت باكل شوكولاتايه ما باكلهاش مره واحده كل اسبوع كان كل اسبوع كانت شوكولاتايه من نوع مشهور قوي في الوقت ده. وكانت الشوكولاتايه دي بربع جنيه بربع جنيه وتيجي اكلها على مدار مثلا يومين، يعني اكل نصها واحط النص الثاني في الثلاجه وياويل حد لو سرقها مني واكمل مره في الاسبوع. دلوقتي الاطفال بيروحوا السوبر ماركت كل يوم ويجيب كيس كده مليان في مصاصة وفي بونبوني وفي شوكولاتة وفي توفي وفي كل حاجة ويأكلهم كلهم. يا لهوي. المشكلة مش في كده بقى، انه بيأكل الحاجات دي على مدار اليوم كله، يعني مش مرة واحدة، بيأكلها على مدار اليوم وما بيغسلش اسنانه طبعا الا مرة واحدة اللي هي في نهاية اليوم او مرتين الصبح وبالليل. طيب تعرضه للحلويات دي والاكل اللي هو الغير صحي ده طول الفترة دي بيؤدي الى تسوس. ممكن التسوس ده يحصل خلال نص ساعة بس، يعني خلال نص ساعة ممكن تحصل البروسيس بتاعة التسوس أو عملية التسوس تبدأ في الأسنان لو احنا أكلنا الحاجات دي برة وما أكلناهاش في البيت. دايما بنصح الأطفال إن هم يأكلوا الحاجات دي مرة واحدة وفي البيت، ويكون الشرط الأساسي إن نغسل سناننا بعد ما نخلصها. حشو الأسنان، حشو الجذور يختلف من الكبار للصغيرين؟ طبعا في ناس اولا معترضه على فكره حشو العصب دي للاطفال، يعني في ناس كتير وهي الاطفال عندهم عصب هو احنا بنعمل علاج عصب للاطفال؟ طبعا دي من الحاجات الكومن قوي او من الحاجات الدارجه قوي ان احنا نعمل علاج عصب للاطفال. معظم علاجات الاطفال بتبقى عباره عن علاج عصب، يعني الحشو نادرا لما بنعمله لما يكون سطحي جدا، لكن معظم الحاجات عشان العصب قريب جدا في الاطفال فبنعمل علاج عصب كتير جدا. هل بيختلف عن الكبار؟ بيختلف. في علاج العصب في الاطفال بيبقى غالبا تمويت عصب جزئي اللي هو بنقول عليه كلمه بلبوتومي او باتر عصب جزئي، مختلفه تماما عن بتاعه الكبار اللي بيبقى فيها ازاله كامله للعصب. بتبقى عمليه بسيطه جدا بتخلص
في جلسه بسيطه، وبنحط بعد كده الحشو وبنغطي السن كمان بالكراون في نفس الوقت. والكراونات بتاعت الاطفال كمان بتبقى جاهزه مش زي الكبار، بيبقى اكيد جاهز، فاحنا بنحطه على طول بعد العصب، نقدر نخلص علاج عصب وتلبيسه في نفس الجلسه. في فيديو عايز افرجك عليه شفته بتاع حضرتك، احكي لي بقى الفيديو ده. ده بتاخد راي يعني بتتكلم مع دي طفله مريضه عندي بعد ما خلصت لها علاج، هي اسمها ريتا، اجنبيه، والفيديو ده كان بره مصر يعني في عياده عندي في الكويت. فهي بعد ما خلص لقيتها بتعيط، بقول لها ايه، بسالها بقول لها ايه المشكله، بتقول لي بقول لها عايزه ايه، بتقول لي انا عايزه سرير، يعني طلبها مش عايزه هديه، عايزه سرير. بقول لها ليه عايزه سرير، بتقول لي عايزه سرير عشان ابات هنا، انا مش عايزه امشي، مش عايزه اروح بيتي، انا عايزه افضل موجوده في العياده، وعشان انا حبيتك وما حسيتش بحاجه وهشتغل معاك مساعده، يعني انا عايزه اساعدك ومش عايزه اروح، عايزه افضل في المكان ده. هتطلع دكتوره سنان شاطره قوي. هتطلع دكتوره قوي، وده كانت مكافاه كبيره جدا بالنسبه لي، ودليل على ان انا اديت رسالتي كدكتور اسنان اطفال. ده حاجه جميله قوي. ريتا خرجت من التجربه وهي دكتوره اسنان ناشئه صغيره. طب الاسر يعني ايه اولا، ايه الاخطاء اللي هم بيقعوا فيها، ايه النصائح اللي احنا عايزينهم ياخدوا بالهم؟ انا هبدا بالاخطاء لان انا بهتم قوي باخطاء الاب والام، لان الطفل ملوش اخطاء. حتى لو قلنا ان الطفل بياكل حلويات، صح، هم اللي عودوه ياكل حلويات، صح. بتبدا لو جبناها من بدايه خالص، هنقول ان الام وهي حامل لازم تهتم بالتغذيه بتاعتها، بحيث انها تاخد حاجات فيها كالسيوم كافي عشان الاسنان في بنيتها البدايه تبقى تطلع سليمه، ما يكونش فيها حاجه. تاني حاجه، ان تفريش الاسنان للاطفال الرضع بعد الرضاعه، وخصوصا الرضاعه الليليه، لازم نمسحها بشاشه مبلوله ميه او بفرشه سيليكون بميه بس بدون معجون بعد الرضاعه. دي نقطه كتير قوي بالاهالي بيغفلوا عنها، وسبب في مشاكل كتير قوي. بعد كده ما ندخلش سكر للطفل لعمر 4 سنين، ما ندخلوش سكر خالص، ياكل فاكهه ياكل خضار، لكن سكريات لانها ادمان ما ندخلوش السكر خالص. بعد كده طبعا الزياره الدوريه لدكتور الاسنان، السكر بقى بما يحمله، حلويات طبعا، حلويات طبعا، المصاصه والجيلي والحاجات اللي طبعا كل الحاجات دي ما نعودوش عليها من الاصل، ويبقى عليها يعني كنترول جامد. المشروبات الغازيه طبعا طبعا، والعصاير برضو دايما بعد العصاير لازم نمضمض، يعلم الطفل ان هو يمضمض او يشرب ميه. بعد الحاجات الاستيكي لازم نعوده ان هو يغسل سنانه ايا كانت بقى، سواء كانت سويتس او حتى لو كانت حاجات ملح زي البطاطس الجاهزه والحاجات دي كلها. البطاطس اللي في الكياس دي طبعا دي احيانا بتسبب تسوس اسنان، مش شرط انها تبقى سويتس لانها بتلزق في الاسنان. فضروري جدا ان احنا نفرش اسناننا بعديها، مش بالليل، مش نستنى لحد بالليل عشان نفرشها. زياره دكتور الاسنان بصفه دوريه، المفروض الزياره الدوريه لدكتور الاسنان تبقى كل 6 شهور، ولو الطفل عنده ريسك او يعني عنده خطوره عاليه للتسوس كل 3 شهور، ما يعديش 3 شهور الا لما يزور دكتور الاسنان للاطمئنان ولا تشيك، مش لازم نستنى لما يكون عنده مشكله ونروح لدكتور الاسنان. كلمة مركز متخصص في طب أسنان الأطفال بقت ترند في العالم دلوقتي، وما شاء الله أنت واحد من سوبر ستار المجال دوت، اللي يعني تخصصت. أنا شايف إنه طب الأسنان يحتاج إلى تخصص وإلى آخره. صحيح إنه أكثر تكلفة، صحيح إنه أكثر حمل، هو كده كده طب الأسنان تكلفته عالية، بس أنتوا تكلفتكم عالية بلس عاليه، والوقت بنشتغل في حاجه واحده، مش بنشتغل مركز متكامل بالزبط زي بالظبط لا، وكمان انتوا كمان الوقت الديوريشن بتاع الحاله ممكن يطول طبعا يعني ده عبء، يحتاج الى نوعيه، يعني يحتاج الى ممرضات مساعدات خاصه، يعني الفريق اللي بيشتغل معاك غير له صفات، غير صفات الطب الاسنان العادي طبعا. ازاي لازم اولا يبقى قادر على احتواء الطفل، يعني الطفل من دخلته للعياده لازم الريسبشنست اللي بره تبقى عارفه ازاي تتعامل معاه، ازاي تستقبله، ازاي تلعب معاه، ازاي تبص له. غير الريسبشنست بتاعت لو الريسبشنست بتاعت الشخص الكبير هي هتاخد البيانات وخلاص. انا عندي ما ينفعش يعمل كده، لا، لازم انها تتعرف على الطفل، لازم انها ترحب بيه، لازم انها تبتدي تلعبه قبل ما لازم يدخل، لازم تناديه باسمه. وطبعا الطفل لو ما تناديهوش باسمه بيحصل جاب طبعا، بيحصل حاجز. الاسيستنت اللي جوه او المساعده لازم هي تطلع تستقبل الطفل من جوه، وتاخده وتلعب معاه وتستقبله ببشاشه وبلبس مختلف وباسلوب مختلف. الدكتور اللي موجود والمساعدين لازم برضو يبقى الاتيتيود بتاعهم او سلوكهم مختلف تمام. بعد ما نخلص العلاج ما بنقولش للمريض باي باي وخلاص، لا، احنا لازم بعد ما نخلص نديله هديه، نشجعه على البيهيفير الكويس او على السلوك الكويس اللي هو عمله، نبتدي نلعب معاه، بعد كده نبقى في تواصل بعد ما يخلص
يخلص العلاج ان احنا نتصل نطمن عليه او نبعت له صوره في العياده. فموضوع كبير مش موضوع لا ده موضوع ما شاء الله ده فتفاصيله انا منبهر. اولا سعيد ان انت قبلت دعوتنا وشرفتنا. انا اسعد وشرف ليا يا دكتور علي. شرف لينا يعني. وانبهرت اكتر يعني طبعا انا بتابع شغلك وبتابع كل الحاجات الجميله اللي انت بتعملها هنا وبره مصر، بس انبهرت اكتر لما شفت الحاجات عن قرب، انبهرت اكتر لما دخلت في تفصيل. وفي فيديوهات تانية جميله كتير قوي، وكل ركن موجود في المركز له تصميم خاص به مختلف ومكلف في تصميماته يعني، ويختلف اختلاف جذري طب الاسنان الاطفال في تصميماته ادواته عن طب الاسنان الكبار. يعني طب الاسنان الكبار الجدران بتاخد لون محايد دايما ناتشرال ابيض غالبا او ابيض في درجه من درجات الاوف وايت، لكن في طب الاسنان الاطفال لازم الرسومات، لازم الزخارف، لازم الادوات، لازم الكرسي مختلف، الطبق بتاع الغسيل نفسه محطوط في لعبه كبيره، يعني كل حاجه. طبعا الشركات بتتنافس وبتبدع في طب اسنان الاطفال لانه بقى ترند في العالم دلوقتي. النهارده كان لقاء ممتع جدا مع واحد من سوبر ستار هذا المجال، الاستاذ الدكتور هيثم الشرقاوي استشاري طب اسنان الاطفال وذوي الاحتكاك الخاصه، صاحب ماجستير في طب اسنان الاطفال من كليه طب جامعه اسكندريه، عضو الاكاديميه الامريكيه لطب اسنان الاطفال. نورتنا وشرفتنا واسعدتنا بهذا الحوار الممتع جدا المثير. وفعلا يعني يعني نموذج لطب اسنان الاطفال كما ينبغي ان يكون. وانت يعني انت كنفسك في طبيعتك، عشان عندي بشل للموضوع ده انا بحبه. بالظبط يعني انا لو ما كنتش بحبه ما كنتش تخصصت في المجال. بالظبط يعني. لا وما شاء الله يعني فعلا كله ميسر لما خلق له. انت عندك الهدوء والصبر بتاع المناسب للحاله دي، والا ما كنتش شرفتنا. متشكر جدا. شكرا جدا ضيف العزيز الاستاذ دكتور هيثم الشرقاوي في واحده من حلقاتنا المثيره اللي نبهتنا لنقطه مهمه كمان قوي، ذوي الاحتياجات الخاصه. الناس دي ذوي الاحتياجات الخاصة دول نعمة على الأرض لكل بيت، لازم الاهتمام بيهم، لازم الرعاية ليهم. هتدركوا نعمة، أنا دايما عندي اعتقاد، أنا عندي إيمان بالموضوع ده جدا، إن ذوي الاحتياجات الخاصة احنا هنعرف قيمتهم مش دلوقتي، مش في الدنيا، دول من الجزء العلم بتاعهم لم نعطيه في الدنيا، لم نعطاه، ما خدناهوش في الدنيا، اللي هو الحكمة وليه موجودين ودورهم هنعرفه في الدار الآخرة. ده بجد أنا مقتنع بكده، أنا مؤمن بكده، لان انا مؤمن ما اتيتوا من العلم الا قليلا. لما الاسره هتعرف قيمه هذا الطفل اللي حافظت عليه اكتر هيعرفوا هو قيمته في الدنيا، بتبقى واضحه برضه البركه والخير اللي بيجي والستر اللي بيبقى حاصل. الستر ده مهم جدا، لكن الناحيه الثانيه بقى لما نعدي الشط الثاني الكبير المهم هنعرف القيمه. نورت يا دكتور هيثم. الله يخليك. خليكم دايما مع الدكتور. شكرا. اهلا بكم. النهارده يوم مهم جدا مع قمه علميه ورائد قدير في عالم الاخصاب المساعد. في عالم الاخصاب المساعد في نقدر نقول كده منافسه، ممكن مش هنقول عليها منافسه، لكن في دايما حواريه خاصه بالمناظير. ووقت من الاوقات تبادر لذهننا وكان هناك تنافس، كانه في يعني كومبيتيشن، نعمل اخصاب مساعد او نعمل حقن مجاري او نعمل منظار بطن. هل هناك تنافس او تضاد بين المناظير ودورها والحقن المجاري؟ اكيد لا، بس هنفهم بالتفصيل مع ضيف العزيز الرائد القدير والاسم الكبير في عالم الاخصاب المساعد اللي سعدت جدا بقبول دعوتنا ووجوده معنا النهارده القمه العلميه الكبيره، الاستاذ الدكتور محمد صبري، الاستاذ بكليه طب سوهاج، الاستاذ لامراض النساء والتوليد والتاخر والانجاب واستشاري الحقن المجاري والمناظير، صاحب دكتوراه جامعه دكتوراه الحقن المجاري من جامعه ميهاري بالولايات المتحده الامريكيه، ونائب رئيس مؤتمر صعيد مصر للتاخر والانجاب والحقن المجاري اسم الكبير. اهلا بك يا دكتور صبري. اهلا. انا عايز ابدا الاول المنظار الرحمي، هنبدا بيه الاول في عالم ودوره في عالم النساء وتاخر الانجاب، وبرضه في نقاط معينه اعطي المنظار كانه يعني دور مهم في تأخر الإنجاب، هل له هذا الدور أم لا؟ الحقيقة المنظار الرحمي ليه دور كبير جدا في عالم تأخر الإنجاب، لأنه هو الأداة الوحيدة اللي أقدر أدخل بيها مكان ما الجنين بيروح، مكان ما الجنين بينغمس، ومكان ما الجنين بيعيش. الأسلوب الوحيد اللي أقدر أشوف بيه من الداخل الرحم،
وده مكان كان قرار مكين ما كانش حد بيقدر يشوفه إلا بعد استخدام المنظار الرحمي. الحقيقة المنظار الرحمي ليه قصة لطيفة جدا، لأن هو دايما قسم التوليد وأمراض النساء بيبقى جيران قسم المسالك البولية، وبدأت القصة مع المسالك البولية لما دخلوا منظار في المثانة، والمثانة عند السيدات قصيرة جدا 4 سنتي ويبقى جوه على طول، فدخلوا منظار في المثانة. دكتور النساء قال طب وليه ما عملش زيه؟ هشوف نفس المنظار بتاع المسالك ده وادخله في المهبل، ومن المهبل لعنق الرحم، ومن عنق الرحم للرحم، واشوف الدنيا جوه ايه. والحقيقه استمرت الاخوه دي ما بين قسم المسالك وقسم النساء في موضوع مناظير الرحميه لغايه هذه اللحظه. هو نفس المنظار اللي بنستخدمه في المسالك نقدر نستخدمه في النساء، نفس منظار النساء نقدر نستخدمه في المسالك مع بعض اختلافات تقنيه صغيره جدا. وفي عمليات كتيره في المسالك احنا خدناها فروع كتير منها الشوك ويف يعني يعني حاجات كتيره المسالك بيبداوها وبعدين بقيت الاقسام تبرشط عليها. فالحقيقه ان هو استخدام المنظار الرحمي في حالات اخر الانجاب اهميته مش بس ان احنا بنقدر نشوف حاجه ما كناش بنشوفها، ده فانتزي يعني ان انا اشوف، طب ايه اهميه ان انا اشوف؟ لا، اهميته بقى ان هو to see and treat في نفس السيشن، انت بتشوف وتعالج في نفس اللحظة. دخلت ولقيت التصاقات تقدر تشيلها، دخلت ولقيت لحمية تقدر تشيلها، دخلت ولقيت لوفة صغيرة بارزة تقدر تشيلها، دخلت ولقيت مش عارف ايه لولب موجود ومقطوع على الفتل بتاعه تقدر تشيله، دخلت ولقيت ميتابليزيا حاجة يعني جزء من الرحم تحول لنوع نسيج مختلف تقدر تشيله. فهو من الأدوات اللي استخدامها صراحة بيدي دكتور التأخر الإنجاب يعني أداة ما كانش أبدا حد يقدر يحلم بها، إنه يقدر يستخدم أداة للتشخيص والعلاج في نفس اللحظة، غير بقيه الادوات اللي انا ممكن استخدم سونار اشوف واشوف اللحميه وبعدين ادي الست ميعاد تاني عشان اتاكد واحط سائل واروح اشوف مش عارف ايه وبعد كده اروح احولها لدكتور تاني او انا اديها ميعاد علشان اعمل عمليه واشوف. لكن ده في نفس اللحظه، مش بس كده كمان، ده انا ممكن اخلي في هو المنظار الرحمي ممكن يتعمل بتخدير نصفي، فالست تبقى صاحية وشايفة معايا وبتشاركني القرار وأشاركها التكنيك اللي أنا بعمله وهي مش متألمة، ويعني حاجة مارفلس صراحة رائعة. يعني المنظار الرحمي له أنواع؟ هو مؤخرا دي يعني 10-15 سنة في المنظار المرن والمنظار الصلب. المنظار المرن ليه ميزة رائعة صراحة، وإن كان برضو المنظار الصلب ممكن أعمل بيها زي الميزة، لكن بيبقى أكتر في المنظار المرن إن أنا ممكن أستخدمه والست مش واخدة أي بنج، مش واخدة أي تخدير، مجرد إن هي نايمة على سرير الكشف، حتى مش على سرير العمليات، في العيادة حتى مش في المستشفى، وأقدر أدخل منظار المرن ويتحرك معايا بكل الزوايا، وأقدر أشوف أعلى الرحم وأسفل الرحم ويمين وشمال، وأقدر أدخل منه آلات صغيرة جدا أشيل بها أخد عينة، أشيل لحمية صغيرة قوي، والست مش واخدة أي نوع من أنواع التخدير ومش بتحس بألم، بتحس بأمبليجنت سنسيشن، يعني ما تبقاش مبسوطة بس لكن مفيش ألم. المنظار الصلب لا، المنظار الصلب بقى بيحتاج تخدير في أغلب الأحيان، لكن بيتوح لك ان انت تعمل بقى عمليات كبيرة، تشيل لحمية كبيرة، تشيل لوفة كبيرة، تشيل التصاقات، وده يعني فتح في عالم التأخر الانجاب. الحقيقة حاجة زي التصاقات في قديما كان بالنسبة لأي حد يعني بيصاب بهذا الموضوع بعد سقط مثلا، بعد ولادة مثلا، حصل التصاقات داخل الرحم، خلاص خلاص كده. يعني ايه خلاص؟ يعني خلاص هو ده أورجان وحيد، عضو وحيد ملهوش أخ، مش زي الودنين، مش زي العينين، لو أصيبت واحدة تفضل التانية، هو عضو وحيد. العضو ده أصيب بمرض، ما عندناش طريقة ان احنا نفك الالتصاقات اللي بالداخل دي، وبالتالي
الجنين ما عندوش طريقة أنه يعيش، وبالتالي الست دي مش هتحمل. بكل هذه البساطة، بكل هذه البساطة كان الناس بتحاول أنها تدخل أدوات من غير ما تشوف وتكحت الرحم علشان تحاول تفتح طريق وتحط لولب أم هو يقطع الالتصاقات. الكلام ده في الأغلب ما كانش ليه أي نسبة نجاح تذكر، لكن المنظار الرحمي أنا أقدر أشوف الالتصاقات وأقدر أمشي وراها وأقدر أقصها وأقدر أفتح طريق وأقدر أعمل جلسة تانية وجلسة ثالثة لغاية ما بإذن ربنا لو في إمكانية أن الست يرجع الرحم بتاعها شبه طبيعي ويفتح لها طريق أن هي تحمل. فده حاجة مختلفة تماما يعني. لكن السونار لا يستطيع أن يحل محل المنظار الرحمي مطلقا. لكن السونار ليه بعض المميزات اللي برضو مش موجودة في المنظار الرحمي. فهو العملية زي ما تكون يعني عملية تكاملية. المنظار أداء سهلة جدا، ممكن يكون في أوروبا وأمريكا غالي والسونار بيكلف الست مبلغ كبير جدا، لكن هنا في مصر ما فيش عيادة دكتور نساء ولادة ما عندوش سونار. واثنين، ما فيش دكتور نساء مراته بتحمل إلا لما بيجيب، ممكن يجيب سونار صغير يحطه جنب السرير في البيت. الموضوع مش صعب وسهل. نمرة اثنين، الست مش بتحس بأي آلام أو تعب أو إجهاد في عملية السونار. عملية مش عملية أصلا، دي مجرد كشف بيت سايد تيست، ما فيش منه أي خطورة عليها ولا في أي مشكلة في عمل هذا الإجراء. الإجراء بيوريني السونار، بيوريني بطانة الرحم بكل دقة ووضوح، الرحم، الأغشية اللي حوالين الرحم، ممكن أجزاء كبيرة من الحوض، المبيضين، بيورين حاجات كتير جدا. المنظار الرحمي لا، مش هوريني غير داخل الرحم فقط. وليه ميزة أن أقدر أعالج بيه، لكن هو مش هوريني أي حاجة تاني غير داخل الرحم فقط. فهما الاثنين بيعتبروا يعني مكملين لبعضهم زي درجات السلم. مش هينفع أطلع الدرجة الثالثة لما أروح الدرجة الأولى، مش هينفع أطلع السلم إلا لما أفتح الباب. فهما الاثنين مع بعض، أنا مش هينفع أوصل بيتنا إلا لما أفتح الباب وأطلع السلم. مين المريضات اللي يحتاجوا إلى منظار بطن؟ منظار البطن ده غير منظار الرحم، بتحتاجه مريضات كثر جدا. المريضة اللي عملنا لها أشعة بالصبغة وشكينا من بعد الأشعة بالصبغة أن في التصاقات داخل البطن، أنا هنا لازم أتأكد بعد فترة، 3 شهور 6 شهور بعد ما أعمل أشعة بالصبغة لازم وقتها أعمل منظار بطني علشان أتأكد من هذا التشخيص، هل في التصاقات ولا لا. السيدة اللي بتعاني من ألام أسفل الحوض مستمرة لفترات طويلة، ما فيش سبب واضح عندي يشخصها، ده بيديني فكرة أن ممكن يكون في بطانة مهاجرة. طيب ما أعتبر أن الست بطانة مهاجرة وخلاص؟ لا، ما ينفعش، لأنه علاج الست اللي عندها بطانة مهاجرة مختلف شوية الترتيب بتاعه عن علاج الست اللي ما عندهاش، فبالتالي لازم أعمل منظار بطن علشان أشخص هذا الموضوع. الست اللي عندها كيس على المبيض كبير ومرضيش يروح بالعلاج بعد فترات وحسيت إنه هو مش كيس حميد، مش كيس، لازم أعمل منظار بطن. في أسباب عدة لاستخدام منظار البطن، سواء في تأخر الإنجاب أو غير تأخر الإنجاب. فأحب بس أوضح يعني للناس أنه كل أدوات اللي بنستخدمها، اللي بيستخدمها طبيب النساء والولادة واللي هو لازم يبقى ماهر في استخدامها كلها، كل هذه الأدوات عبارة عن أدوات تكاملية، ما فيش بينهم تنافس ولا في أفضلية الواحد عن التاني، لكن أنا بستخدم كل واحد علشان يوصلني لدرجة من المعلومات بتقودني للدرجة اللي بعدها علشان أعمل التدخل الصحيح للسيدة. هل ممكن في توقيت واحد يعني في زمن واحد أطلب للست منظار بطن ومنظار رحم؟ طبعا. في بعض الأحيان بيكون مثلا الست عندها لحمية داخل الرحم وأورام ليفية، لحمية داخل الرحم وتكيسات شديدة على المبيضين، وهي بعد ما اتناقشنا مع بعض قررت ان هي مش محتاجة او مش هتعمل حقن مجهري في الوقت الحالي، او ما عندهاش قدرة، فشلنا في ان احنا ننشط البويضات بالتنشيط العادي وما عندهاش قدرة ان هي تدفع ثمن الادوية، الحقن اللي بتنشط البويضات ثمنها غالي جدا. فهذه الحاجات يعني بضطر ان انا اعمل منظار بطني، وفي نفس الوقت في حاجات جوه الرحم.
طيب ما هي الست هتاخد تخدير، انا هدخل بالمنظار الرحمي اعمل الحاجه اللي هعملها، وفي نفس الوقت هعمل منظار البطن اللي كنت مخطط له من الاول. فلو انا هعمل عمليه في المنظار الرحمي ما كنتش ناوي اعمل منظار بطن، بس العمليه دي في خطوره ان انا اعمل ثقب لجدار الرحم. استخدام منظار البطن في هذا الوقت بيساعدني ان انا اخد قرار واضح وسليم في انه حصل ثقب ولا ما حصلش ثقب، واصلاح الثقب لو كان كبير. في جزء بدا يظهر عندنا او يعني يتضح، ومش يتضح يظهر كده جديد، اللي هو اليوتراين نيش، اللي هو الجيب الرحمي مكان جروح القيصريه القديمه. الجيب الرحمي محتاج ان انا اصلحه بمنظار البطن، لكن محتاج ان انا بعد ما اصلحه بمنظار البطن ابص بالمنظار الرحمي اشوف الجدار من الداخل اتصلح كويس ولا في مشكله في حته ما كنتش باين. فهما الاثنين يعني اوركست، يعني لازم يبقوا شغالين في اوركسترا. يعني الدكتور زي الكمانجه والناي، يعني هو المايسترو بيشكلهم مع بعض عشان يطلعوا لحن مقبول جميل. يعني هو فعلا زي ما حضرتك وانت حضرتك بتقولي اوركسترا، انا فكرته يعني هم عاملين كده فعلا، يعني زي ما يكونوا بيشتغلوا في فريق واحد زي كره القدم، واحد بيباصي واحد بيجيب جون. اه بالظبط كده، واحد بيرفع كوره واحد بيحطها جون، زي الكره الطايره واحد بيرفع الكوره والتاني بيخبطها بيضربها. فعايز اروح برضو لقضيه ثانيه مهمه برضو في الاخصاب المساعد، في الاخصاب عموما، وهي الاكاد المتكرر، لان دي قضيه مخيفه جدا في الاخصاب المساعد. حقيقي. امتى اقول ان ده اجهاد متكرر؟ الحقيقه انه تعريف الاجهاد المتكرر بالنسبه للمنظمات العلميه في العالم مختلف عليه. دايما الجماعه الانجليز يعني بيحبوا الحاجات تبقى كده متظبطه قوي، فهو يقولوا علشان تقول اجهاد متكرر لازم يحصل 3 مرات، بعد 3 مرات تبدا تعمل التحاليل بتاعتك علشان تدوري. بقيه اوروبا والامريكان يعني بيقولوا لا، 2 نبدا نعمل التحاليل بتاعتنا، لان بعد 2 ان في بعض الامراض يعني انا لو استنيت المره الثالثه هخسر طفل ثالث، انا ممكن اعالجها الامراض دي. فبيبقى يعني احنا في الاغلب في مصر احنا بنعمل بعد 2، نعمل نبدا ناخد بالنا او نبدا نشخص الست ان دي عندها اجهاض متكرر. لكن مهم برضو نحط في بالنا ان الاجهاض المتكرر ده مش اختبار حمل وما شفتش جنين، او مش الدوره اتاخرت وانا اعتقدت نفسي حامل، لكن لازم اكون مشخص انه في جنين، اكون مشخص باختبار حمل رقمي، او شفت كيس حمل، او شفت اجنه، او شفت اجنه كان فيها نبض وبعدين النبض وقف. مش عايز ادخل الناس في اختلافات بين المنظمات، ده بيقول لما اشوف الرقم والرقم يعتبر ولا ما يعتبرش، لكن باختصار 2 انا كده هعتبر ان الست حصل لها اجهاض متكرر. ايه الاسباب الشائعه الاكثر شيوعا؟ لان احنا لو قعدنا اتكلمنا على الاسباب كلها هي اسباب كتير جدا جدا. الاكثر شيوعا واللي الناس بتفتكر ان هو مش شائع اللي هو الاسباب الهرمونيه، السكر والغده الدرقيه وهذه، يعني الحاجات دي بتمثل اكثر من 50% من الاسباب. على عكس ما الناس بتفتكر انه الحاجات اللي بتسبب زياده في حدوث الجلطات الدم والاسباب الكروموزوميه، لا مش دول اللي بيسببوا نسب كبيره. دول الحاجات اللي ممكن تكون فانسي ومنوره في اذهان الناس، لكن مهم جدا جدا ان انا اظبط الحاجات الهرمونيه في الست، اظبط الهرمونات بتاعتها، اظبط السكر، اظبط هرمون الغده الدرقيه، اعمل لهم تحاليل دقيقه جدا واتابعهم. ولو واحده عندها سكر لازم تظبط كويس جدا جدا جدا، لانه مش بس هيعمل اجهاض متكرر، كمان ده ممكن يعمل زياده في نسبه حدوث التشوهات للجنين. والجزء الثاني اللي مهم جدا ان انا اعمله تحليل هو الجلطات، اللي هو خوفا من حدوث جلطات. لكن برضو الفت نظر الناس انه حدوث الجلطات اللي ممكن تموت الجنين
واخذ الادويه المسيله للدم او اللي بيقولوا عليها المميعه للدم اللي هي الحقن اللي تحت الجلد وهذه الاشياء، لازم اكون مشخص بشكل دقيق وواضح ان الست دي عندها ما يؤدي الى حدوث جلطات علشان اخذ هذه الادويه. الادويه دي غاليه جدا، ليها بعض المضاعفات، الست هتاخدها لمده 9 شهور يعني قرب سنه كامله، بتكلفه كبيره، فبالتالي لازم اتاكد ان الست دي محتاجاها. في ظل الظروف الاقتصاديه اللي في العالم كله بتاكد ان انا اعمل التحاليل دي واتاكد ان التحاليل دي فيها حاجه ايجابيه، واعيد التحاليل تاني بعد شهر ونص واتاكد ان الحاجه الايجابيه دي موجوده، وقتها يبقى فعلا فعلا الست دي محتاجه تاخد هذه الادويه في الحمل القادم او قبل الحمل بشويه صغيرين. برضو في من الالغاز ان ست يحصل لها حمل وتكمل عادي وتخلف وبعدين يحصل لها بعد كده اجهاد متكرر. هو مش لغز، لانه في بعض الاسباب زي مثلا الاسباب الكروموزوميه مش بالضروره ان هي تتكرر في كل حمل. ممكن بالصدفه تتكرر في حمل او اتنين وبعدين ما تكررش تاني خالص، او تكرر في حمل او اتنين وبعدين يحصل حمل طبيعي وبعدين وهكذا. فهي بتبقى بشكل عشوائي تماما، وده اللي خلى المنظمات الاوروبيه القشري يقول ان يا جماعه دوروا على الاجهاض المتكرر بعد مرتين مش بعد 3، لانه لو حاجه من اسباب التجلطات او من الكروموزومات فانت ممكن تتدخل وتمنع هذا الموضوع وما تفقدش الطفل الثالث. امتى يحصل التبويض بعد الاجهاض؟ من 20 يوم الى شهر ممكن يحصل التبويض. وبالتالي لو حد حصل معاه اجهاض وخايف انه يحصل حمل محتاج انه يعني يبدا بسرعه يبص على التبويض عشان ياخد حاجه تمنع الحمل لو ناوي يمنع الحمل. ولو حد حصل معاه اجهاض ما يقلقش، قدرته على الانجاب مش هتتاخر، الشهر اللي بعده على طول ممكن يبقى عندها قدره على الانجاب. ايه الخطا الشائع في التعامل مع الاجهاض المتكرر من قبل منظومات معينة؟ الخطأ الشائع أنه الناس بتعتقد أن الإجهاض المتكرر حله الحقن المجهري. ده مرض أنه بيحصل حمل وبعدين بيحصل إجهاض. لو أنا عملت حقن مجهري أنا هيحصل حمل؟ هيحصل حمل، لكن مش همنع حدوث إجهاض. فالناس يعني حتى بعض يعني الناس اللي مستوى تعليمهم عالي جدا بيبقى إقناعهم أنه انت جاي تعمل حقن مجهري ده مش حل المشكله، لان هي مش المشكله حصول الحمل، انت الحمل بيحصل. ده احنا في بعض المواقف لما بيحصل اجهاض عده مرات كتيره ورا بعض بيبقى الحل اني ناخد حاجه توقف الحمل لمده سنه وبعدين تبدا الست زي ما تكون بتعمل لها يعني اطفي الموبايل ولعه تاني ريستارت، تعمل ريستارت من الاول يعني، واحنا مش عارفين اصلا ليه يعني احنا مش عارفين السبب، فخلاص ستوب شويه وبعدين نرجع تاني، مش احمل تاني يعني مش يروح اعمل حقن مجهري. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم الرائد في عالم الاخصاب المساعد الاستاذ الدكتور محمد صبري الاستاذ بكلية الطب بجامعة سوهاج واستشاري الحقن المجهري واطفال الانابيب والمناظير دكتوراه من جامعة ميهاري بالولايات المتحدة الامريكية ونائب رئيس مؤتمر الصعيد مصر لتأخر انجاب الحقن المجهري. شرف كبير لنا هذه الزيارة وسعدنا بهذا الحوار الراقي للغاية، يعني اللي كله يعني عقلانية علمية رائعة، يعني فعلا مش مجاملة، والله أنا سعدت جدا بهذا. شكرا دكتور، نورت يا دكتور. شكرا دكتور، دايما مع الدكتور. أهلا بكم. لا شك أن القلق والتوتر بيلعب دور كبير جدا في ألم الظهر، حقيقة ده علم، لكن طبعا الألم والتوتر مش هما الأسباب المباشرة، دول عوامل تزود الألم تزود المشكلة، لكن الأسباب المباشرة يعني هنا لما قالوا أنه ألم الظهر ممكن جدا تنتج أو يحصل فيها أجريفيشن أو زيادة نتيجة القلق والتوتر، حيث أن هذا القلق والتوتر تؤدي إلى سلسلة من التفاعلات الكيميائية في الجسم ممكن تؤثر بشكل ما على العضلات على المفاصل على الأوتار. ضيف العزيز الجراح الكبير والقيمة العلمية الكبيرة والشارح الرائع جدا، مستمتع جدا بشرحه النهاردة، نستمتع بوجبة علمية زي ما بيقولوا جراحية على أرقى مستوى وفي نفس الوقت على أجمل طرح وبأبدع طريقة شرحية. ضيفي العزيز أستاذ الأساتذة وأستاذنا الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي.
ازاي اميز ان هذا الالم ليس الم عضلات؟ الم بدا يسمع في ايديك ومعاه تنميل ومعاه خدلان، الحق ده غضروف. اكتر من 80% من غضروف رقبتك حصل فيها تلف، وتيجي تقول لي اصل لسه حاصله النهارده. القضيه الكبيره انا لازم اتشخص عشان اعرف اتعالج. في ناس تبدا شكوتهم الاولى ان بيجي لهم رعشه في رجلهم. الدنيا بتتقدم، العلم بيتقدم، العلم بيحط لي حلول. لازم يبقى عندنا ثقافه المرض وتقبل المرض وحلول المرض، كل حاجه لها ثمن. ظهر ما بيغفرش، اللي هتعمله في ظهرك وانت صغير هتدفع ثمنه وانت كبير. احنا ما ننتظرش ان المعجزات بتتحقق على الارض، ما بتحصلش معجزات، ده علم. بنقول 80 الى 90% من مشاكل الغضاريف في اولها بتيجي بالعلاج. الاستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، استاذ جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري وجراحات الانزلاق الغضروفي، كليه الطب جامعه القاهره، عضو الجمعيه المصريه والعربيه لجراحات العمود الفقري. ضيف العزيز الجراح القدير والاسم الكبير الاستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، منورنا يا فندم. اهلا بحضرتك دكتور. انا انفعلت وانا بس مقدمه جميله الحقيقه، مشاكلنا في العمود الفقري الحقيقه تستحق الكلام ده كثيره جدا. انا عايز اتكلم على الالم في الرقبه والكتفين بالذات، هبدا الحوار النهارده. تمام. ليه بقى هبدا بالالم؟ لانه انا بتهيألي انه ده اكتر او من اكتر الاشياء اللي بتوجد في يعني المراكز الطبيه المتخصصه في علاج العمود الفقري. لا ده حقيقي. حقيقة لان هي مشكلتنا ان احنا مش فاهمين العمود الفقري ان هو مش قوي قوي، يعني العمود الفقري ضعيف، يعني العمود الفقري بتاعنا ضعيف، واذا اسيء الاستخدام بتاعه فبيؤدي بالتراكم كده الى مشاكل كتيره جدا. الحقيقه رحلتنا مع العمود الفقري بتبدا من واحنا صغيرين، من ايام الطفل اللي هو اللي بيشيل شيله تقيله جدا وشنطه وزنها 15 كيلو على ظهره وبيجري فيها، او اللي بيمارس رياضه زي ما حضرتك قلت بشكل مش طبيعي، او اللي بيشتغل وبيشيل احمال كتيره جدا، والاحمال دي ساعات بتبقى يعني بتعمل اوفرلود على العمود الفقري سواء في الرقبه او في الظهر. يضاف الى ذلك بقى الجديد بقى القعده الغلط في المذاكره، القعده قاعد تاني نفسي على المكتب ورقبتي مش مظبوطه، التوطيه بشكل خاطئ، الشيل بشكل خاطئ، ممارسه الرياضه بشكل خاطئ، الوقوع او السقوط او الخبطات، ركوب الموتوسيكلات، ركوب العربيات، الحاجات دي كلها بقت لها كاتيجوري كبير جدا وحظ كبير جدا في اسباب مشاكل العمود الفقري. وتتركز القصه على المنطقه العنقيه. يعني المنطقه العنقيه دي هي اللي شايله، الناس فاهمه ان الرقبه مش بتشيل كتير من جسمنا، احنا فاهمينها غلط. الرقبه صح رفيعه وكده مش زي الوسط او مش زي الظهر، ولكن هي عامله زي انت عارف حضرتك الشماعه، رقبه الشماعه الرفيعه دي هي اللي شايله الشماعه بالبلطو اللي عليها بالهدوم اللي راكبه فيها، يعني هي دي الوصله دي اذا كان فيها ضعف هيحصل خلل في الباقي كله. اذا كان في مشكله في الرقبه سواء في الفقرات او في الغضاريف او في الاربطه او في العضلات المحيطه بتحصل المشكله، وتحصل المشكله في الفقرات العنقيه. لما نيجي نفهم تركيب العمود الفقري في الفقرات العنقيه، هو حاجه ابداعيه جدا، ربنا خلق العمود الفقري يتحرك في كل اتجاه بالنسبه للرقبه بالذات. يعني الظهر ما عندوش هذه الخاصيه لكن الرقبه موجوده، اقدر الف شمال يمين فوق وتحت ولورا ولقدام، يعني كل الاتجاهات بتاعتي. اللي موجود في الفقرات العنقيه هي فقرات اللي هي العظم يفصل ما بينها الغضاريف، ويفصل الغضاريف دي في المسافات اللي ما بين الفقرات حاجه اسمها الاعصاب، دي المسارات اللي بتمشي فيها العصب اللي هو لونه اصفر عامل زي سلك الكهرباء لونه اصفر كده. العصب ده لازم يبقى مستخبي ولازم يبقى محمي ولازم محدش يجي جنبه. الحقيقه يعني الثلاث حاجات دول لازم يبقوا موجودين جوه العصب بتاعنا. العصب يبقى مستخبي جوه القناه العصبيه، ربنا خلق القناه العصبيه هنا فيها حفره او دايره في النص كده زي الاسطوانه، لازم يمشي فيها محمي بالعظم من كل جهه، في اغشيه اللي بنشوفها عليه من بره دي عشان تحمي الحبل الشوكي وتحمي العصب الخارج ده. العصب مش بيبقى حاجه واحده، العصب هو مجموعه من الالياف حسيه وحركيه، في الجزء الحسي اللي بيبقى قريب جدا من الغضروف، الجزء الحركي اللي هو ابعد شويه من الغضروف. وده بياخدنا لنقطه الاحساس بالالم، هو الالم اللي بيجي الاول ولا الضعف اللي بيجي الاول؟ الالم بيجي الاول. علشان ايه؟ العصب خلاص ده اقرب جزء من الغضروف هو العصب الحسي. فالالارم بتاعنا واللي انا بسميه رحمه ربنا لنا هو الاحساس بالالم. بيبقى في ناس همها وشغلها الشاغل ان انا اخلص من الالم. والحقيقه هذه هي النظره القصيره والقاصره جدا في علاج مشكله في الفقرات العنقيه او القطنيه. الالم عرض
وليس المرض. المرض ان انا في حاجه هي اللي جابت الالم. الالم ده ربنا خلقه جوانا علشان، ودي من اكبر النعم، لانها لو يعني لو فقدنا هذا الاحساس بالالم الحب ندخل في مصايب. يعني انت عارف لما واحد لا قدر الله بيجي له اصابه في الحبل الشوكي ويفقد الاحساس، تبدا يظهر عليه قرح، جلطات، لحد العظم ما بيظهر من جسمه وهو مش حاسس، لان هو فقد الاحساس بالالم. فبالتالي قصتنا مع الالم دي مهمه جدا، هو المدخل بتاعنا. طب انا بحس بالالم، الالم ده بيبقى على شكل ايه؟ الالم ساعات يبقى وجع في العضلات، ساعات بيبقى وجع في الكتفين والرقبه، ساعات بيبقى في قله الحركه ما اقدرش، رقبتي بيحصل فيها تيبس ما اقدرش اخد رقبتي يمين او شمال، ساعات ايد واحده ما بقدرش احركها ما بقدرش ارفعها، كل دي اعراض نتيجه للالم اللي هو رهيب جدا اللي بيجي. ساعات بيبقى في احساس بالخدر او التنميل في ايديا. التنميل ممكن ياخد جزء معين، لان انا عندي مجموعه بتسمى الضفيره العصبيه خارجه من الفقرات العنقيه، كل عصب منها بيغذي مجموعه من العضلات وجزء من الجلد بتاعنا من الخارج. فعلى حسب الغضروف والفقره المصابه هيبان العرض بتاعي عليه. يعني في ناس يبقى شاكك تقول لك انا الجزء الداخلي ده ما بحسش بيه، ويمسكها كده يقول لك الصابع ده ونص الصابع ده. في واحد يقول لك لا ده الثلاث صوابع اللي جنبيه، في واحد يقول لك ده كفه الايد من هنا، حد يقول لك ده من ورا، حد يقول من الكتف، وهكذا. يبقى اذا الالم بتاعنا هو البوابه بتاعتنا علشان تشخيص ونبدا نفتح الباب عشان نعرف ايه المشكله. لكن مش الهدف بتاعي ان انا ادي مسكن عشان اضيع الالم، لان في ناس بتبقى هدفها بس ايه، مفيش حقنه تضيع الوجع. ممكن ده مؤقتا نعمله لك بحيث ان احنا لحد ما نوصل للتشخيص المناسب، لكن لما نوصل للتشخيص يبقى لابد من اخذ خطوات لعلاج المشكله. عظيم. عايز اروح ليه الالم في المنطقه دي بيسبب رعب عند الناس، ولا ده مش حقيقي؟ لا ده حقيقي جدا. حقيقي جدا، لان هو الناس برضو شايفه، يعني برغم ان في ناس كتير جدا بتحاول تتجاهل الرؤيه بتاع الموضوع. يعني انا لما يبقى عندي مشكله جت في رقبتي بكتافي سبتها واهملتها، الالم بقى مرعب، ممكن ما اعرفش انام منه، ممكن ما اعرفش اكل، ممكن اوصل لمرحله ان انا المعلقه ما اقدرش احطها ببقي، السكينه في المطبخ، وياما بيجي لنا اصابات ست قطعت ايديها. ليه؟ مش قادر تتحكم، قبضه ايديها ضعفت، مش قادر اتحكم في السكينه او مش حاسه. طيب القضيه دي بتزيد شويه شويه. طب وصلت لفين؟ ده انا بتكعبل وانا ماشي، ده انا رجلي بتترعش مني، ده انا مش قادر ادخل الحمام. ده انا البول بيسيب مني، ده انا الاخراج ما عادش بتحكم فيه. بعد شويه ده انا نار قايده في جسمي كلي، في دماغي صداع، دوخه، دوار، نسيان، زغلله، كل ده مرتبط بالرقبه. كل ده مرتبط بالرقبه. تؤدي في الاخر الى انا عندي مشكله واهملتها سبتها غضاريف، ادت الى ضغط على الحبل الشوكي، ادت الى ضمور في الحبل الشوكي. طب ضمور في الحبل الشوكي ده هيوصلني لفين؟ يعني شوف حضرتك، دي نماذجه. ده حد كان بيشتكي من الم في كتفه، يقول لك انا كتفي بيتقطع بيتمزق. انا عايز اشوف ايه القسم. اقنعناه نعمل اشعه رنين مغناطيسي، تطلع الاشعه هنا عندنا غضروف ما بين الفقره 5 و 6. الغضروف حجمه ضخم جدا، والغضروف ما بين الفقره 5 و 6 رجع لورا وضغط على الحبل الشوكي، عمل ضغط على الحبل الشوكي. شكوى المريض بتاعنا وجع، تنميل، خدلان، ضعف في ايديه. هنا بدانا ندخل في مرحله الضعف في الايد وقبضه الايد ومش قادر اتحرك بيه. البداية بتبقى غضروف، والغضروف بيكبر شوية بشوية وانا بهمله لحد ما يوصل لكده. الغضروف ده وصل لمرحلة ان عمل انسداد وانغلاق للقناة العصبية. الغضروف لما بينفجر مش هيلاقي له حتة يدخل عليها الا المنطقة بتاعت الحبل الشوكي. لان كل المنطقة المحيطة حواليه عظم مش هيعرف يخترقه. فاضعف مكان هي المنطقة اللي حوالين الحبل الشوكي. يبدأ يضغط على الحبل الشوكي. الغضروف بقى غضروفين. طب احنا سايبينه ومستحملين. طب المريض ده بقى عنده غضروفين كبار جدا والاثنين منفجرين وضاغطين على الحبل الشوكي. هو احنا لو لحقنا من البدايه وحلينا مشكله هذا الغضروف ما كانش هيزيد ولا هيجيب غضروف تاني. طيب هنسيب برضو الغضروف والتاني وهنقعد نعبي مسكنات ونعبي مخدرات الى ان نصل الى مثل هذا المشكله الرهيب جدا. الحبل الشوكي المفروض هو اللي لونه جراي ورمادي ماشي جوه النص كده. هتلاقي الجزء بتاع الحبل الشوكي ده قصد الغضروف بتاع الرابعه والخامسه ده اختفى تماما. بدا يحصل هنا حاجه بنسميها ضمور. كلمه ضمور الحبل يعني الشوكي يا جماعه عامل زي النهر اللي ماشي ابيض في النص ورا العظم. تخيل بقى انت قاعد بتسرق من الجنب بتاعه لحد ما خليت النهر ده العريض الجميل ده الى قناه صغيره جدا ضيقه جدا. ده بيكون على حساب مين؟ يعني ده بيكبر على حساب ايه؟ على حساب الحبل الشوكي. طيب انا يعني بتالم وبتوجع وكنت مستحمل، ربست رقبه، رحت عملت علاج طبيعي وارجع بعد كده انا عندي مشاكل. طب ده غضروف عنده الرابعه والخامسه، الخامسه والسادسه، السادسه والسابعه، بقوا ثلاث غضاريف. هو في حد بيصبر على نفسه لحد ثلاث غضاريف؟ في عندنا ناس لحد خمس غضاريف في الرقبه بنشوفها. والقضيه بتاعتنا ان احنا لما بنيجي ندور على العلاج بقى بتبقى ساعتها بيبقى نفسنا نرجع، ده حد الرقبه بقت في خمس فقرات كلهم
قافلين على بعض وضغطين على بعض وعمل الضيق في القناة العصبية وبدأ يحصل ضمور في الحبل الشوكي. بقت قضيتنا هنا ايه؟ ان انا بس نفسي اعرف ادخل الحمام. نفسي اقدر امسك حاجة، نفسي اشرب كوباية المية، واخد بال حضرتك كريم؟ الموضوع بيبقى صعب جدا ومؤثر جدا وساعات يبقى عاطفي جدا، يعني انت بتبقى متعاطف معاه جدا. يعني هو وصل لمرحلة او الست وصلت لمرحلة لا عارفة تخدم نفسها ولا بتخدم بيتها ولا عارفة تعيش. اصل بيبقى ساعات ممكن نتقبل المرض لكن الالم صعب، يعني ما تقدرش تعيش بالالم. وبعدين الالم في المنطقه العنقيه الحقيقه الم رهيب، ده بيقول لك ده بحس بصاروخ نار بيجي في رقبتي او في ايديا بتنميل بخدلان، ده انا مش عارف انام مش عارف اتحرك. في المقدمه بتاعت حضرتك كنت بتقول ان احنا ساعات الالم ده بيعمل او بيجيب اكتئاب، هو حقيقي بيجيب اكتئاب. يعني ده في جزء خاص في العلاجات بتاعتنا لما بنيجي نعالج الالم، مضادات الاكتئاب جزء اساسي واصلي. العين يدخل في دايره مفرغه، بيدخل في دايره من الدبريشن لان الاكتئاب اكتئاب توتر، بيبقى عنده اقتناع بقى واقتناع خاطئ الحقيقه. اصل هو ده راح لمين قبل كده؟ الاول بدا يجرب الدرج اللي في البيت الصيدليه دي يعبي مسكنات منها، جرب الصيدليه اللي في الشارع عنده، جرب دهانات، جرب المجبراتي، جرب الناس تقر رقبته تشد رقبته، تقدم شويه راح للعلاج الطبيعي وما حسش بفرق. هو القصه كلها ما وصلش للتشخيص عشان يبدا العلاج المظبوط. ولما بيوصل للدكتور بيبقى هو منهك ومستهلك. فبيبقى اصلا هو مش طايق نفسه بقى، يعني هو جاي وعايزك تكتب له الوصفه السحريه اللي هتحل هذه المشكله، وده مش حقيقي. يعني مش حقيقي لان احنا انت ما في ايدكش سحر، ده في ايدك علم. انا بشوف هنا في غضروف ضغط على العصب وعمل بدا يعمل ضمور او غضروف او اثنين او ثلاثة، يبقى انا بفكر اشيل المصدر مش الند المسكن، لان حتى لو كتبت لك المسكن مش هيجيب نتيجه. يعني ما اصل الناس فاهمه ان المسكن في اي وقت اخده هيسكنني. طب الناس اللي بتوصل انها بتاخد ترامادول ومخدر وصلوا ليه كده لو المسكن هيجيب نتيجه؟ ده وصل للادمان ليه ووصل للاكتئاب ليه؟ وفي ناس من الالم، هو الحقيقه ده مش موجود عندنا في مصر بس بره، في ناس من الالم ممكن يصل للانتحار من الوجع. لانه مش لاقي، احنا عندنا هم عندهم بره الحاجه لانه مفيش وسع ديني، فممكن احنا الفرمله الوحيده لده ان احنا عارفين ان ده حرام. بس لو كان مش باين انه حرام صدقني كان في ناس كتير جدا تدخل في هذه السكه، وربنا يعافينا. ربنا يعافي الناس. الالم بتاع الرقبه خلاص بقى احنا عرفنا ده جرس انذار، تعال نروح للدكتور بقى. الدكتور لما بيشوف بيشخص التشخيص الاكلينيكي بتاعه الاول، فحص المريض الاول، نشوف الاستجابه العصبيه بتاعه الاطراف. ساعات بيبقى مريض جاي شكوته غريبه جدا، يعني مثلا يقول لك انا رجليا من تحت بس هي اللي فيها مشكله، البول بيسبقني شويه. نكشف نقول لا تعال ندور في الرقبه. هو مش عارف، عمره ما اشتكى من الرقبه. وبعدين هو ما فيش علاقه بين مشاكل الفقرات العنقيه والالم اللي في الرقبه، لان ممكن يبقى عندي غضاريف في الرقبه او خشونه في الرقبه او ضغط على العصب في الرقبه، والرقبه بتاعتي بتتحرك زي الزنبلك ما فيش فيها مشكله. في ناس تقول لك طب ما رقبتي بحركها. بتتحرك، وهو ده من الحاجات اللي بتخليه يجي لي متاخر قوي. طيب الرقبه بتتحرك، يبقى انا اروح لدكتور ليه؟ انا مستني بقى لحد اللحظه ان انا ايديا تقف، رقبتي تقف، لا قدر الله ادخل في ضعف او شلل، يبقى ساعتها بدور على الدكتور يحل المشكله. هو ده سؤالي، هل يمكن ان يؤدي الانزلاق الغضروفي الى شلل نصفي؟ بيؤدي، ده ممكن يؤدي الى شلل رباعي يا دكتور ايمن. يعني عارف رباعي بقى يعني ايه؟ ايدين ورجلين. ايوه طبعا. وعدم اخراج وعدم تحكم في البول ويعيش بقسطره. ممكن يؤدي الى ذلك، يؤدي الى ذلك وبكسر. الحقيقه بقى يعني العلم ما بيقفش عند الكلام ده. العلم ما بيقفش عند لحظه ان انت غلبان طب تعالى نزعل علشانك ونسيبك. ما ينفعش. عملوا لنا ايه؟ عملوا لنا ده. انا لو عندي غضروف لازم اشيل الغضروف. كنا الاول نشيل الغضروف وناخد قطع عظميه سواء من الحوض او سواء من الجزء من الفخذ او حاجه، وده للاسف لحد النهارده في بعض الاماكن والمراكز اللي ما فيهاش الاجهزه الحديثه بتعمل كده. ياخدوا العظمه دي ويبدا يركبها هنا ما بين الفقرات وبعضها. تركب العظمه على امل ان الفقرات دي تلحم. لا دلوقتي بقى في حاجه تانية. ده انا باخد، شوف دي كل دي مقاسات، مقاسات لحجم الغضروف، ان انا ممكن انقي غضروف من وسط اكتر من 40 مقاس اللي هو يتناسب معايا، مش بحط اي غضروف خلاص. ده انا عايز الغضروف اللي يبقى فيتنج معايا جدا واطلعه من العلبه بتاعته واركبه. الغضروف ده النهارده بنسميه غضروف بديل. ودي من انجح العمليات النهارده في جراحات العمود الفقري في الرقبه بالذات. كنا في وقت من الاوقات الغضروف نجيبه بما ان بنركب تركيبه كده ساعات بتبقى ضعيفه نضطر نحط شريحه. دي بعض الاحيان بنحتاجها، لكن في بعض الانواع زي ده كده بيبقى اصلا التركيب بتاعه ديناميكي جدا بحيث انه يسمح للفقره انها تتحرك طبيعي جدا بدون ان هو ما يخرج او ينزلق. احنا مش بنكتفي ان احنا نحط حاجه، ده احنا بناخد عظم من العظم بتاع المريض نفسه اللي هو طالع من جزء من الفقرات اللي هي الزوايد العظميه بتاعتها،
ونملى بيه القفص الغضروفي ده اللي احنا شفناها الحته الاخيره دي، يساعد على الثبات بقى، يساعد على التئام العمليه بشكل جيد جدا، وما قلقش يتحرك يتحرك يشتغل ويشيل. عندنا ناس عامل لهم العمليه بيلعبوا كوره وكوره بالهيد وبتاعه بيخبط، بيلعبوا اثقال، بيرفعوا حاجات تقيله جدا، او بيشتغلوا شغل العادي بمكتبي بتاعه. لان تعرف حضرتك اكتر الناس اللي بيجي لهم الغضاريف العنقيه الناس اللي عملها مكتبيه بتوطي كتير. يعني القضاء، المحامين، المحاسبين، البنوك، بتوع البنوك دول طول اليوم هم امراض البنوك دايما دايما والمعلمين والمدرسين المدرسين بقى والكتاب وكل كتير من الناس يعني، وبرضه كتير من الاعلاميين هنلاقي الفتره الجايه هتلاقي اعلاميين كتير بيقول القعده، وخصوصا هيجي لك بنات لانهم بيعلموهم قعده معينه فيها ثبات شديد جدا. لا فردة صعب جدا. فردة لازم تبقى قاعدة فردة. حاولوا يقولوها لي، قلت لهم لا انسوا. لا انا بقعد كل شوية اعمل كده واعمل كده. انا بقعد بس لازم نحترم جدا العمود الفقري طبعا، لان احنا عندنا النهاردة لازم نحل المشكلة اذا كانت موجودة وما ينفعش نسيبها وما ينفعش نتأخر عنها، لان هو انا خوفي دايما في الحبل الشوكي هي ضمور الحبل الشوكي او اصابه الحبل الشوكي. كتير جدا من المرضى يجي لنا ومعاه اشعه، نبص عليها على الاشعه تلاقي بدات تظهر بقعه بيضه في الحبل الشوكي. البقعه البيضه اللي في الحبل الشوكي ديت هي عباره عن بدايه الضمور في الحبل الشوكي، هو جزء خلاص انفاركت ما عادش بيوصله دم. لما بيوصلوش دم دي خلايا هتموت وهتتحلل. طب لما تموت وتتحلل ايه اللي هيحل بدلها؟ ما عنديش حاجه تحل بدلها. ناخد بالحركة. علشان كده انا بقول دايما مش لازم نوصل لده، ممكن يبقى عند غضروف 2 3 4 اعملهم ويتغيروا زي ما شفنا كده. وفي انواع تانية من العمليات على درجه اعلى كمان في التقنيه وفي التكنولوجي، لان احنا النهارده عملياتنا في الرقبه ما عدناش بنعملها جراحه عاديه. عمليه الرقبه بتتعمل جراحه بالمناظير، جراحات بالليزر، جراحات بالميكروسكوب الجراحي، استبدال فقرات، استبدال غضاريف، نقدر نعمل هذا الكلام كله. وفي ناس بقى اللي هم بيجونا بقى متاخر دكتور عين، يعني بيبقى حد كبير في السن عنده 5-6 غضاريف وضيق في القناه العصبيه وغضاريف اماميه وضغط خلفيه وما يستحملش عمليه كبيره. ده ممكن نعمل له حاجه بنسميها توسيع للقناه العصبيه من الخلف. طب بنعملها ليه عمليه توسيع القناه العصبيه من الخلف؟ علشان نحمي الحبل الشوكي. هنا عمليه من ضمن العمليات، احنا طبعا دخلتنا دايما بتبقى جرح بتاعنا بسيط جدا من الرقبه من نص سنتي لواحد سنتي، بندخل اللي قدامنا الاصفر ده هو ده الحبل الشوكي وده اللي يخوف قوي الحقيقه. فبندخل لازم الغضروف، احنا بنشوف الغضروف اهو، نبدا نشيل الغضروف، اتشال الغضروف يرجع الحبل الشوكي لمكانه الطبيعي. نبدا بقى خلاص، اصل ربنا خلق الغضروف ده له اهميه وله لازمه، ما ينفعش نشيل الغضروف. في ناس كانت بتعمل كده ودي فشل على يعني كان بيحصل في العالم، حصل التجربه دي. لو انا عندي غضروف واحد اشيله وخلاص واسيب الدنيا هتلحم، ما لحمتش وده ادت الى نتائج كتير جدا. شلنا الغضروف لازم اركب حاجه بديله بقى. ده من ضمن التركيبات البديله، لما بيبقى فيه عدم ثبات في الفقره نشيل العظم الزياده ده ونبدا نركب حاجه زي السلندر اللي احنا شفناه ده او غضروف بديل او قفص غضروف، ونقوم جايين مركبين فوقيه شريحه، بتبقى شريحه مايكرو صغيره جدا لا تعيق الحركه الحقيقه. والشرائح دي اتطورت. طب انا لو عندي فقرتين الشريحه صغيره، طب لو عندي 5 فقرات بقت الشريحه كبيره، يبقى هنا فقدت المرونه بتاعت الايه؟ الفقرات، لان ثبتها. في عملوا ناس بتعتقد انها ما تعملش العمليه او خايفه تيجي تعمل العمليه يقول لك مش عارف احرك رقبتي. بالظبط. عملوا لهم ايه بقى؟ ما تسمى الشريحه الذكيه او الغضاريف المتعدده الحركيه. يعني ممكن احنا في نفس الوقت ندخل ونشيل الكلام ده كله ونركب اكتر من غضروف متحرك وتبقى الفقرات بحالتها الجيده جدا في الحركه والمقدره. دي نوع من الشريحه اللي بنسميها الشريحه الذكيه. هي شريحه فكرتها بسيطه جدا، هي بدل ما تبقى جزء واحد بقت 3 أجزاء او 5 أجزاء. هي ذكائها في الحركه، هي ذكائها في الحركه. يعني هي بدات تدي الرينج، يعني مثلا نفترض ان طولها مثلا 3 سنتي لو ضغطتها تبقى 2 سنتي بقت عامله زي السوست. دي تديني الليونه، لما نشوفها هنا راكبه في الرقبه الحقيقه بيبقى منظر بديع جدا يعني والتقدم ده رائع يعني. هي خاصه بالرقبه برضه، لان في ناس كثيره جدا بتفكر ان دي تنفع في الظهر. لا، هي ما بتنفعش في الظهر، هي ديت مخصوصه لان ديت مايكرو منفوع مخصوصه للرقبه. مايكرو يعني صغيره، مايكرو صغيره بالظبط. وكل الداينامكس بتاعتها مش عشان تشيل وزن، هي عشان تثبت وتسمح بالحركه. بتتركب في نقط اتصال بجسم الفقره، والمسافات اللي هي بتاعه الغضروف نفسها بنبقى سايبينها واخد بال حضرتك. طيب احنا عايزين نتني رقبتنا تتني تنزل عامله زي السوسته بتاعه العربيه، زي المساعدين بتاعه العربيه كده. طب بتفرد، انا برجع رقبتي لورا
بتاخدني الى ورا تاني تماما وتديني نفس المساحه والرينج اوف موفمنت بتاعتي تمام جدا. بنستخدمها دي اكتر دلوقتي في الاصابات بتاعه العمود الفقري. يعني مثلا اصابات الخبطه، الكسر، الشرخ، الزحزحه الفقريه، اقدر اعمل ده. لكن احنا بنفضل دايما لما بيبقى الموضوع مجرد غضاريف حتى معاها زوايد عظميه وتكلسات غضروفيه، نقدر نعمل ده بالمناظير وركب غضاريف البديله. الغضاريف البديله الحقيقه يعني كل المراجع العلميه النهارده هي اللي بتتكلم على ده. هو ده، بلاش شرايح، بلاش مسامير، بلاش تثبيتات، بلاش استبدال. صنعوا الغضروف ده، ده غضروف دلوعه قوي ومتحرك وجميل زي اللعبه كده. غضروف هو بيحاول يحاكي الطبيعه. يركب الغضروف، ها خلاص دخلنا بالمنظره اهو، وصلنا عند جسم الفقره، نشيل الغضروف الاصلي اللي كان تالف من جوه، نقوم مركبين ده. تركيب ده تركيب دقيق جدا باجهزه، وبنقيس مسافات وابعاد، عمق وعرض واتساع، ونشوف ده. الغضروف ده مكون من اجزاء، يعني ده غضروف بنسميه غضروف حركي او البروديسك. البروديسك ده غضروف متحرك حديث جدا، وينفع في وجود غضروف واحد او غضروفين. يعني لو انا عندي 4-5 غضاريف ده ما بننصحش بيه لان ده بيبقى ضعيف. طيب الماده بتاعته ايه؟ ماده اسمها تيتانيوم، بس اتعمل متغطى بماده، يعني هم بيستخدموا فيه حاجه اسمها نانو تكنولوجي دلوقتي. الماده المغطيه والمبطنه لهذا الغضروف قابله للالصاق بالعظم الطبيعي. بقى ممكن يلحم معاه على عكس اي معدن. المعدن الطبيعي العظم يكسي عليه لكن ما يلحمش معاه، ده بدا يلزق معاه. يعني معمول بتكنولوجي معين بحيث انها تمسك فيه، تيجي تخرجه بعد كده صعب جدا. كل دي الالات بتاعه التكنيك، ان انا ازاي اركبه وازاي اظبطه في المكان بتاعه مظبوط جدا. طبعا كل اللي احنا بنعمله بيبقى تحت رؤيه، ما نقدرش نعمل ده عمياني كده، ده انا بشوف بالمنظار بتاعي وعلى شاشه كبيره جدا. ده دور المنظار بقى. وفي نفس الوقت انا بصور بايمج، يعني انا على جهاز اشعه، لان المنظار بيديني الرؤيه الاماميه لكن ما يدينيش العمق. علشان اجيب العمق، وخاصه احنا بنشتغل بحاجات دقيقه جدا وقريبه من حاجه ادق اللي هي الحبل الحبل الشوكي. انا خايف منه، لازم ابقى عارف اخري بدخل لحد فين. دايما بيبقى معايا جهاز ايمج يصور، وانا جوه العمليه انا وصلت يا دوبك قبل ما اوصل 2 مللي من العصب او الحبل الشوكي لازم اقف. واحنا جوه العمليه عشان نامن العينه دكتور ايمن، بيبقى عندنا كميه من السلوك والوصلات عامله زي بتاعه رسم القلب كده بس على العضلات نفسها. بحيث ان انا لو انا قربت ان انا المس عصب يديني الارم يقول لي الحق. الكلام ده لو مش موجود ممكن بطريق الخطا يدخل على العصب يفرم العصب ويطلع وهو ما حسش بحاجه. وده كان بيحصل في العمليه، وده كان بيحصل وما زال لحد النهارده في مشاكل لما الاجهزه دي ما تبقاش موجوده. ايوه، يعني عشان كده العلم ما بيسيبش مجال للخطا النهارده، الاخطاء البشري يعني بيحاول يقللها جدا. لكن طبعا تبقى القصه بقى، طب انا هعمل ايه بعد العمليه يا دكتور، او انا اخباري ايه بعد العمليه، هتحسب بنسبه قد ايه؟ السؤال ده اجابته عند حضرتك، ان احنا بقالنا قد ايه تعبانين، سيبنا نفسنا كام سنه. من فضلك هتتحسن ان شاء الله وتبقى احسن بكتير جدا من اللحظه اللي احنا بدانا فيها مشوارنا مع العمليه. مش عايزين نبص بعيد شويه، يعني ساعات الواحد بيبقى نفسه يرجع زي ما كان من 20 سنه فاتوا. لا معلش، هنتحسن تدريجيا لكن الموضوع بيحتاج وقت. ممكن نوصل لست شهور، ممكن نوصل لسنه او اكتر، لان دايما بنقول القاعده الطبيه في اي مرض او اي اصابه مده الشفاء هي المده بتاعه المرض. طيب هو احنا لما نسيب نفسنا سنين ونوصل لمرحله ان احنا ما بقتش بس مجرد غضروف، ده انا الفقرات تاكلت معايا، ده انا العصب حصل فيه ضمور معايا. التقنيات الحديثه هتحل لي جزء من الموضوع، لكن في جزء تاني العصب بتاعك اللي انت حضرتك سبته كتير جدا يعاني، هو لازم يقوم بدوره برضو معايا. يعني لازم يبدا يحصل ما يسمى الريجينريشن او اعاده تاهيل العصب او اعاده تكوين العصب من جديد. لان احنا عندنا الاعصاب الطرفيه ممكن تتجدد، بس دايما انت عارف دكتور ايمن العصب الطرفي ده بيتجدد بسرعه قد ايه؟ احنا دايما بنحسب مساحه، يعني لو عندي العصب اللي بيغذي الصبعين دول هو اللي متاثر من هنا من الرقبه، المسافه دي مثلا تعملها 60 سنتي او 70 سنتي. المسافه دي عشان احسب العصب يوصل لهنا امتى، بحسب بدايه العصب واول وصوله للعضله. السنتي الواحد يخضر 40 يوم، السنتي الواحد ياخد اكتر من شهر. طب لو انا عندي 40 سنتي اضرب، انا محتاج 40 شهر. 40 شهر دول 5 سنين عشان يرجع تاني، عشان يرجع. ما اصل القضيه مش بتاعتي، انا مش هعرف اغير العصب. انا بشيل الضغط اللي عليه، وعندنا وسائل متعدده جدا، يعني في شوف الشرايح اشكال والوان واحجام، والكبير والصغير، ودي الحركي اهي بتتحرك وبتمشي. يعني الطب بيحاول يقدم الحلول، بس بنقول دايما كل ما تبقى حلولنا بدري كل ما يغنينا عن استخدام التكنولوجيا المعقده دي. طيب هو الغضاريف ممكن تتعالج من غير عمليات؟ احنا دخلنا في العمليات لان الحالات المعقده هي دي،
في غضاريف، في غضاريف بتتعالج 80% من الغضاريف بتتعالج من غير عمليات، من غير عمليه، بس تعالى لي امتى؟ بدري بدري. ناس كثيره جدا بتسمع التعليمات، ناس كثيره جدا بتحفظ الجمله دي، يقول لك انت حضرتك مش بتقول او الدكاتره بيقولوا ان الغضاريف بتتعالج من غير عمليات. ايوه بس كمل الجمله، مش لا تقربوا الصلاه بقى، كمل الجمله. احنا لازم نروح بدري للطبيب المعالج عشان الحق فرصتي في طابور الشفاء واسمع الكلام المطلوب مني. ده المطلوب. انا وعدت الناس بوجبه علميه رائعه، بس انت قدمت لنا اروع من التي او الذي كنا نتوقعه، وكالعاده بنستمتع جدا باسلوبك العلمي الرائع جدا في الشرح والانتقال من منطقه التشخيص الى منطقه الاعراض الى منطقه العلاجات واحتمالاتها بطريقه فيها من الرشاقه العلميه ما هو محمود عنك، وفيها من المصارحه في الجزء الاخير بالذات ما هو معروف عن هذا البرانش عموما. فلازم نكون صراحه مع الناس في انه لازم يهتموا بصحتهم، ونحن نتحدث عن الجراحه الاكثر دقه، الجراحات الاكثر احتياجا عند الناس، جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري. نحن نتحدث عن الجراحات اللي ما فيهاش مليمترات وما فيهاش رفاهيه لا الاختيار التوقيت ولا اختيار زي ما بيقولوا التايم بقى بعد اجازه الاولاد. الكلام ده ممكن يتعمل في حاجات تانية كتير قوي، لكن في المخ والاعصاب والعمود الفقري والغضاريف ومشاكلها ناو مين ناو الان، يعني الان الكلمه دي ليها معنى سيء جدا في قلبي وفي قلب ناس كتير هنا، لكن في الطب لا دي حقيقيه، ناو تعني الان. الان فعلا نورتنا يا فندم، ربنا يخليك. ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور محمد صديق هودي، كان مبدعا كالعاده في الدكتور. خليكم مع الدكتور. اهلا بكم. اصعب الاشياء دايما ان انت تيجي في لحظه في حياتك يحصل مشكله كبيره جدا وتبدا ترجع فلاش باك ايه اللي انت عملته في حياتك وصلك للنقطه دي. اللقطه اللي احنا شايفينها دي لقطه مخيفه، اللي هي لقطه ان عيان نايم على شيزلونج وبيجروا بيه بسرعه عشان يودوه عنايه مركزه ويعملوا له اسعاف وانعاش قلبي او يعملوا له اسعاف لحالة حرجة. فلما رجع فلاش باك شاف حياته، لا حياته فاست فود، حياته قاعدة انتخى أكل كتير، كمبيوتر باستمرار، وجنب الكمبيوتر بقى يعني خلي بالكم أخطر حاجة في اللاب في اللفة دي في القعدة اللي فاتت دي هي كرسي، إنه قاعد بيشتغل وهو قاعد، هو شغله هو قاعد، في ناس شغلها وهو قاعد. الدكتور هنا بقى بيقول له لا ده انت عندك لستة بقى يا باشا، بيرص له بقى اللي هي اللستة. في بقى في دايما مع السمنة نقول ايه، لستة لصيقة مع السمنة اللي هي الكوليسترول العالي، ضغط الدم، السكر، وفي بقى يعني نقنقة ما لذ وطاب، نزيد زود عليهم مرارة، ده طبعا دهون الكبد موجودة باستمرار، الصعوبة في التنفس في بعض الحالات، نزود ان في قصور في الكلى، نزود ان في خشونه في المفاصل، نزود ان في انزلاق غضروفي، نزود ان في الام مزمنه في فتق في الحجاب الحاجز، ارتجاع في المريء، مشاكل في الماء، كل دي باك. وساعات الانسان يبقى حظه سيء ياخد الباكج كامل. طيب هنا بقى لازم نقف عشان نقرر متى سنجري جراحه سمنه. سؤال مهم قوي، بس اسمحوا لي نرحب بضيفي العزيز الذي يبدع واكيد هو اقدر من يجاوب هذا السؤال بدقة شديدة جدا وتوصيف راقي للغاية، المبدع دائما والذي يمتعنا بحواره العلمي الراقي جدا جدا الأستاذ الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، ومدير وحدة جراحات السمنة بمستشفى وادي النيل، زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، وعضو كلية الجراحين الأمريكية، والحاصل على أعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة، ضيفي العزيز اللي بينورني فيه الدكتور. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. سؤالي ذو شقين، الشق الاول هو متى اقرر ان اجري جراحه سمنه، الشق الثاني انا قد توجد في السيتويشن في الحاله زي ما يقولوا حاجه من المنيو، وقد يوجد المنيو كله، الاقي بقى معاها مواقف جراحيه مزعجه جدا، الاقي مشاكل في المراره، الاقي فتق في الحجاب الحاجز، الاقي ارتجاع مريء، كيف اتصرف عندما ياتي المنيو كاملا، العين يجي لي كومبو زي ما بيقولوا. في البداية اسمح لنا أن أحيي حضرتك وكل السادة المشاهدين، كل فريق العمل
الحقيقة طبعا السمنة المفرطة دائما بتيجي بمشاكل قد تتعلق بأمراض مصاحبة للسمنة المفرطة، من سكر، من ضغط، من كوليسترول عالي، وأمراض كثيرة يمكن حضرتك سردتها في المقدمة. لكن طبعا في أمراض جراحية، يعني المرارة دي حاجة جراحية لابد التعامل معها، فتح الحجاب الحاجز دي مشكلة جراحية لابد من التعامل معها، فتق في جدار البطن لابد من التعامل معها. احنا يعني دايما مريض السمنة المفرطة تجهيزه جزء من العملية، يعني معرفة اذا كان عنده حصوات في المرارة لابد يسبق، يعني طبعا تتعرف على ده، يعني ما تدخلش بمريض من غير ما تعمل له سونار. يعني انصح النصيحة الاولى انه كل مرضى السمنة المفرطة قبل ما يدخل يعمل عملية لازم يعمل سونار، اطمن على المرارة، لان من ضمن الحاجات اللي يمكن الخمسة اف اللي كان بيجوا مع المراره من ضمنهم الناس اللي هم المصابين بالسمنة المفرطة دايما في الستات في سن الاربعينات في الولادات الدهون ودهون. طبعا كل الناس دول اللي هم مقبلين على علامات السمنه اعمل سونار. لو عندك حصوه في المراره لابد ان انت تعملها، تستأصل المراره مع عمليه التكميم او عمليه التحويل. الناس بتخلط يعني في نقطه دايما بسالها بيسألوها، احنا ليه لازم نشيل المرارة؟ يعني بالرغم انه في حصوات الكلى احنا مش بنشيل الكلى، يعني احنا بنشيل الحصوة بس ونسيب الكلى، لكن في المرارة ليه كل الجراحين بيشيلوا المرارة؟ المرارة عشان تعمل حصوات اصلا جدارها بيبقى متليف، لا يفرز، لا يعني مش شغال، مش هينتج حاجة تاني، ووجوده وجود الحصوات في المرارة، يعني جدار المرارة ده هي المرارة ما بتصنعش بوايل، هي بتخزن بس العصارة المرارية عشان نقدر نستخدمها او الجسم يستخدمها في وقت اكل الدهون، يعني طبعا ريزرفوار. فاستئصالها هي ضرورة لمنع حدوث المشاكل في المستقبل، لان وجود الحصوات في المرارة مش هيمنع ان الحصوة دي تروح القناة المرارية تعمل صفرة انسدادية، وجودها مش هيمنع ان الحصوة في المرارة تروح للبنكرياس تقفل القناة المرارية بتاعت البنكرياس وبالتالي تعمل التهاب في البنكرياس مميت. وجودها يعني طبعا بيعمل مغص كلوي، مغص مراري طول الوقت، ويقفل حصوه ويقفل فتحه المراره نفسها، وقد تصل الى ان المراره يحصل لها جنجرين او يعني نوع من الغرغرينه. فطبعا وجود حصوات المراره بصفه عامه يتطلب استئصاله لو احنا داخلين نعمل عمليه سمنه سواء تكميم او تحويل. ويمكن نقطه قلناها سابقا ان الناس اللي عملت تحويل مسار عنده حصوه في المراره، استأصل المراره مع عمليه تحويل المسار اذا كان فيها حصوات، مش لازم. اصل الناس احيانا طبعا بتقول ان انا لازم اشيل المراره حتى لو ما فيهاش حصوات، احنا ما بنعملش كده ومش منصوح بيه طبيا ومش حاجه اسمها كده. المراره فيها حصوه مع عمليه تحويل او تكميم شيلها، لان ما بعد ذلك دخول المنظار، فالناس اللي عندهم عاملين تحويل مسار مش هيسمح لك ان انت تصل للقناه المراريه بسهوله. لكن في طرق تانية طبعا قد تكون يعني صعبه شويه في دخول المنظار القانون المراريه، لكن احنا مش لازم نعمل كده، مش لازم نستخدم كولونوسكوب، ومش لازم ان احنا نعمل منظار جراحي عشان ندخل المنظار القنوات المراريه. لكن انصح بالناس كلها ان تعمل يعني سونار على البطن، عندك حصوه شيلها مع التكميم، شيلها مع تحويل المسار. ارتجاع المريء، ارتجاع المريء من الحاجات الخطيره جدا اللي لابد من تقييمها ما قبل اجراء عمليات السمنه المفرطه. ارتجاع المريء قد ينتهي بورم في المريء على المدى البعيد. ارتجاع المريء هو من الامراض المزمنه شديده الخطوره والتاثير بالسلب طول الوقت على خلايا المريء. انصح كل الناس اللي هم عندهم ارتجاع مريء وعندهم سمنه مفرطه ومقدمين على اجراء عمليات تكميم او تحويل ان انت اعمل منظار معدة. منظار معدة برضو عايز أوضح للناس هو حاجة سهلة، يعني ناس يعني طبعا تقول له منظار يقول لك يعني ازاي بقى. المنظار مرتبط في الذهن بمنظار اللي هو بتاع الكبد بتاع زمان، بتاع الفيروسز أو بتاع اللي هو دوالي المريء بتاع زمان اللي بيبص كده ويقعد ينزف العيان، يعني ما بقاش كل الكلام ده. الكلام ده بقاله يعني عشرات السنين بيتعامل بكفاءة عالية جدا، خمس دقايق ان اند اوت، بص على المعدة بتاعتك، بص على المريء. ما حدش يخاف من المنظار، المنظار هو حاجة تشخيصية. الناس زمان كانوا بيعملوا عشان بالهرزيا او امراض الكبد المزمنة زمان، كان لهم مشاكلهم وحاجاتهم وما زال بيتعمل حتى الان بس بطرق يعني حديثة جدا. دلوقتي المنظار التشخيصي ما بياخدش فعلا في وقت من خمسة لعشر دقايق،
انت عايز تبص على ايه؟ ده انت داخل المريء في بدايته وهتبص على المعده والاثنى عشر في وقت قصير جدا. عايز ابص فيه التهابات في المريء ولا مفيش، الارتجاع اللي عامل لك تغير في الخلايا ولا لا، عندك فاتق في الحجاب الحاجز ولا ما عندكش. يعني انت المنظار ده يا اما يخليك تعمل تحويل مسار، يعني قد تكون هي الحل الاوحد في الناس اللي عندهم ارتجاع في المريء وعنده سمنه مفرطه وارتجاع، لازم تعمل تحويل مسار. وقد يكون يعني انت لو قال لك المنظار تقريره عنده بارد اسوفجس او تغير في نوع الخلايا او ارتجاع في اسوفجايتس او التهاب في خلايا المريء، مش هتعمل تكميم، مش هيبقى ليك فرصه ان انت تعمل تكميم. لو عملت التكميم، التكميم يعني ما بتعالجش الارتجاع، بل بالعكس المشكله هتستمر وقد تزيد في المستقبل عشان ضغط المعده هيرتفع، هيرتفع. وبالتالي الناس اللي عندهم ارتجاع شديد في المريء اعمل منظار معده، قيم الوضع مع الدكتور المختص، وبالتالي هو هيختار لك العمليه المناسبه اللي انصح بيها، وهي طبعا يعني من افضل العمليات اللي اتعملت. ده حمض المعده، ده ميه نار، ده يعني الناس اللي احنا شايفينه ده والله ميه نار واشد من ميه نار طبعا. عشان يطلع ده على خلايا المريء يعمل لك حموضه، ده معناه ان الحمض ملاصق لخلايا المريء من تحت. واحيانا ناس كثيره جدا بيحصل لها حاجات اسمها اتيبيكال سيمتومز اوف ريفلكس، انه عنده الارتجاع مش قادر، هو مش عارف يفسره. احيانا بيجي له بازمه صدريه، يعني واحد عنده ارتجاع عنده ازمه صدريه، هو ما بيشتكيش من حموضه ولا بيشتكي من الم في فم المعده ولا ورا يعني صدره كده، بيشتكي من ازمه صدريه لا تعالج الا بمعالجه الارتجاع اللي احنا شايفينه ده، ان صمام المعده المفروض يفصل يعزل ميه النار دي عن خلايا المريء من فوق. بيجي احيانا جدار المريء، جدار المريء غير مؤهل انه يتعامل مع ما يستحملش ده التهاب شديد اهوت في المريء اللي فات. طبعا احنا احيانا بيجي بتسوس في الاسنان، الحمض بياكل في السنين طول الوقت وما تعرفش السبب ايه الا انه ارتجاع في المريء. يعني كثيرا انه الناس تيجي بخنقه ويقعد يعني مش عارف ياخد نفسه ويشرق بالليل، وتلاقيه دكتور الصدريه دايما يقول له لا ده انت، يعني ما يغلب معاه بعلاجات يقول له لا ده انت لازم تروح تعمل منظار، قال انت يعني عندك مشكله في الارتجاع هي دي السبب، لانه ما عندوش حاجه تفسر ان حدوث الاعراض اللي هي الصدريه دي اللي ما بيستجبش طبعا للادويه بتاعه المعده، وبالتالي الارتجاع هو شديد الخطوره على المريء نفسه. ربما يكون باعراض، ربما مريض قلب يعني يشتكي من اعراض يعني قلبيه او يعني مشاكل قد تتعلق به من كتر الالم اللي هو بيجي ورا الصدر بصفه عامه. مريض الارتجاع مع السمنه المفرطه لازم احنا هنعالجه لك، بس باختيار نوع عمليه من اقوى العمليات اللي اتعملت في التاريخ لعلاج الارتجاع، هي تحويل مسار المعده الكلاسيكي، وهي كلها عمليات تجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره قد لا تستغرق من نص ساعه لساعه، اقامه اقل من 12 ساعه في المستشفى وبترجع لحالتك الطبيعيه. يبقى انت عالجت الارتجاع وعالجت كمان الحموضه في نفس الوقت. واحنا بنشوف تحويل المسار برضو يعني عمليه بتخدم اكتر من جانب، يعني وليها مميزات كبيره جدا. جميله جدا جدا جدا، تقليل لكميه الاكل، ودي طبعا الباوتش دي الصغيره دي هي دي الباوتش بتاع تحويل مسار المعده الكلاسيكي. الجزء اللي احنا عزلناه الصغير ده بناكل فيه، والجزء المستبعد من الامعاء ده اللي بيبقى مسؤول عن امتصاص سكريات الدهون، وكان كمان لو واحد عنده ارتجاع الحمض اللي في المعده ده كله هينزل بقى بعيد على يعني اكتر من بعد متر عن المريء، وبالتالي عمره ما هيطلع فوق الا يعني في بعض الناس بقى اللي بقى حظها سيء جدا، وقد يحدث. يعني عملت تحويل مسار معده كلاسيكي من شده خطوره مرض الارتجاع ممكن يرجع تاني بعد تحويل مسار المعده حتى الكلاسيكي في اب 11% من الناس. انا مش بصدم الناس والله، بس دي حقائق علميه، وعندنا طرق تانيه لعلاجها حتى لو حصلت بعد تحويل مسار المعده الكلاسيكي اللي هو بيعالج اصلا الارتجاع، عندنا طرق تانية بنقلل بيها الارتجاع وبنعالجه. يعني الناس اللي هي عملت تحويل مسار ورجع لها الارتجاع بعد فترة، انت ليك حل، اوعى تستنى بنعمل راب وممكن ناخد المعدة المعزولة ونلفها كأنها نيسن فاندوبليكيشن ونضيق العضلة. لو عندك فتق في الحجاب الحاجز او انت بتشتكي من ارتجاع، قد يكون عندك اصلا فتق، يعني عملت عملية تحويل مسار وما استريحتش يوم، عندي ارتجاع وعندي حموضة ومش عارف ايه السبب، اعمل منظار، اعمل اشعة مقطعية، يعني من افضل الحاجات اللي تشخص الفتق. ساعتها ممكن على نفس العمليه مش هنغيرها، بالرغم ان احنا عملنا العمليه دي لعلاج الارتجاع، ولو حصل لك رجوع في الارتجاع ربما يكون عندك فتق في الحجاب الحاجز، بندخل بنصلحه ونسيب العمليه زي ما هي. في طرق طبعا كتيره جدا لعلاج
الحموضة ما بعد عملية تكميم المعدة. عملت عملية تكميم معدة وعندك ارتجاع مريء، ما تسكتش على نفسك، ليه تستنى لحد خلايا المريء بتاعتك ما تتآكل؟ لا، اعمل منظار معدة. منظار المعدة ده صديق لمرضى الارتجاع، هو صديق لأساتذة الجراحة، جراحات السمنة بصفة عامة. احنا بنحب المنظار، بنحب نعمل أشعة مقطعية طول الوقت على المعدة وثلاثية الأبعاد، بتستبعد وجود فتق في الحجاب الحاجز، يمكن إصلاحه بسهولة، عملية بسيطة جدا، ترجع الفتق في مكانه وتاخد غرزتين على العضلة، وتبقى عندك صعوبة في الأكل. قد يكون الارتجاع ما بعد عملية السمنة هو يعني واحد بياكل كويس جدا على مثلا مدة سنة سنتين، وبعد كده عنده صعوبة في أكل البروتين أو صعوبة في الأكل بصفة عامة. أنت عندك فتاق في الحجاب الحاجز، أنت عندك يعني حموضة أدت إلى تآكل خلايا البنكرياس، أنت مش مستحمل أصلا أي كمية أكل أو أي كمية حاجة تعدي على المريء. افحص نفسك، ما تستناش. يعني الحموضة ما قبل عملية السمنة أو ما بعد عملية السمنة يمكن إصلاحها، وهي أكتر من أكتر الحاجات التي تؤرق جراح السمنة أو جراح أو حد الناس اللي عملت اللي عندها مشكلة في الارتجاع وعملت عمليات ورجع لها الارتجاع مرة تانية. أنت سهل علاجك، بس شخص نفسك وعالج ده، هتحس ان الامور بسيطه يعني، ما لكن ما تسيبش نفسك وعندك ارتجاع. الناس فاهمه الفتق في الحجاب الحاجز؟ لانه طبعا على فكره الناس بتلخبط ما بينه وما بين الارتجاع بتاع المريء كتير. طبعا احنا عايزين نوضح ده. فتق الحجاب الحاجز معناه انه جزء من المعده اتفتق جوه الحجاب الحاجز او طلع من مكانه. طبعا يعني الحجاب الحاجز يفصل الصدر عن محتويات البطن. المعدة إذا طلع منها جزء فيه ببساطة يعني طبعا وما بقاش فيه طول للمريء في البطن، ده إحنا بنسميه فتق الحجاب الحاجز. إصلاحه يتم برجوع إن إحنا بنرجع المريء 4 سم في مكانه وبنضيق عضلة المريء، ويمكن تقوية عضلة الحجاب الحاجز سواء بقى بأنسجة من داخل البطن أو أنسجة أو شبكات أو شبكة ممكن نركبها من خارج البطن، بس بقى لها طريقة. يعني الشبكات اللي بتركب في فتق الحجاب الحاجز مش هي اللي بنستخدمها في جدار البطن، في شبكات زي يعني طبعا اسماء حاجات بتدوب زي البايو اي اللي ما جاتش موجوده في مصر، بنستعوض عنها بحاجات، لان المريء دايما يعني الشبكه بتبقى ملاصقه ليه على طول، وهو معلوش سيروزه يعني او معلوش غطاء بريتوني، وبالتالي الشبكه ممكن تعمل تاكل في جدار المريء. محتاجه عقل يعني، ومحتاجه تخطيط في سبيل ان انت تصلح فتق الحجاب الحاجز دون التأثير في المستقبل على المريء نفسه في حد ذاته. تعمل حاجة وبعد سنين تلاقي تأثير سلبي في المستقبل، فمحتاجة يعني حرفية شوية في اختيار الطريقة اللي انت هتصلح بيها. الحقيقة احنا في بنعمل ستاديز دلوقتي في حاجة اسمها الانتراثوراسيك سليف مايجريشن. الناس اللي عملت تكميم معدة وعندهم ضيق في المعدة ورجع وحصل لهم فتق في الحجاب الحاجز، ازاي تصلحها؟ احنا شغالين تيم بتاعنا يعني عامل لهم يعني زي بروجكت لدراسه ازاي ان احنا نعمل نصلح فتق الحجاب الحاجز ونضايق العضله في بعض الناس اللي هي فتق الحجاب الحاجز بتاعهم اقل من 2 سم ونقوي العضله بجزء بالليجامنت تمتيرس، يعني جزء من دهون البطن اللي هي اللي بتنتهي في الكبد، بنفصلها عن جدار البطن ونقوي بيها العضله الضعيفه، ولا نعمل تحويل مسار المعدة الكلاسيكي في كل الحالات اللي هم مصابين بالسمنة المفرطة وعندهم يعني ارتجاع في المريء وحصل لهم فتق في الحجاب الحاجز بعد التكميم. هل نعمل في كل الناس دول تحويل مسار معدة كلاسيكي، ولا في اختيار ثالث ان احنا نعمل تحويل مسار معدة مصغر ونصلح الفتق الحجاب الحاجز؟ وعاملين 3 جروبس بنحاول ان احنا نقارن ما بينهم، بقالنا سنوات مجمعين يعني يمكن يعني حالات كتيرة بنقسمهم لجروبس. الحقيقة بس احنا ننشر وان شاء الله نعرض الحاجات دي للناس بحيث وللعالم كله وللجراحين كلهم، بحيث ان احنا نبقى افادنا يعني عموم الناس بالمعلومة الجراحية السليمة بإذن الله. الجزء اللي فات ده جزء برضو تقني قوي في الجراحة، يعني اللي هو اختيار او اساليب معينة للتعامل مع سيتويشن جراحية زي فتق الحجاب الحاجز وارتجاع المريء ما بعد عملية السمنة، ما بعد جراحات سمنة قد تكون بعضها لم يؤتي ثمار ويعاد مرة أخرى بالظبط. تكميم المعدة مثلا طبعا طبعا يعني أنت ممكن تعمل تكميم معدة وتفاجئ أن أنت بعد سنوات، لو كان التكميم عادة اللي بيعمل فتق في الحجاب الحاجز ما بعد التكميم وجود ضيق أو التواء في تقنية التكميم نفسها، يعني ممكن تلاقي تكميم معدة وفيها ضيق،
البريشر زاد، المعده طقت في الصدر. طب وبعدين؟ ما هو ده بيحصل جزء تقني في العمليه، احيانا قد يؤثر على مستقبل نجاح عمليه التكميم. عشان كده احنا بننصح بالتقنيه الشديده، الحرفيه الشديده في اجراء العمليه. انت بتعمل عمليه في نص ساعه، ولازم تعملها بحرفيه عاليه جدا، لان العمليه دي هتلازم المريض مدى الحياه. ما تستخسرش في المريض وقت في ان انت تعمل له العمليه على كاليبريشن تيوب كويسه، بوجي بمقاسات مظبوطه، عندك تقنيات زي الاومنتال فيكسيشن اعملها، عندك مستهلكات طبيه على اعلى مستوى استخدمها. انا قصدي ادي العيان راجع عليه مره واثنين، وخطط لغيراتك وخطط للبساتك وخطط لكل حاجه في سبيل العمليه اللي انت هتعملها في نص ساعه دي، هتلازم مريض قد يعاني منها مدى الحياه. فلازم فيها الحرفيه الشديده في اجراءها. العيان كلامه كمان له قيمه كبيره جدا. عيان يصف احلامه طموحاته، بيفكر دايما بعد العمليه ايه اللي هيحصل، نفسي اقدر ارجع تاني لشكلي لو كان فاكر شكله وهو قبل ما يكون عنده سمنة، او يشوف شكله الحقيقي. لان السمنه مش بيحب، ما بيحبش. لا انا اقصد ان ساعات بيبقى كان رفيع في وقته وبعدين تخن، فهو عايز يرجع يفتكر ايام ما كان رفيع. والله ما بحب، ما بحبش يرجع للزمن ابدا. هو عايز شكله اتولد، مش عايز يفتكر، مش عايز يفتكر اي حاجه فاتت خالص خالص. ده شيء مهم ان هو اتولد النهارده. تعالوا نسمع المرضى ممكن تقول ايه. اكيد كلامهم ممتع جدا مع كلام ضيف العزيز الاستاذ الدكتور كريم صبري. اسمي اشرف محمد محمود، 57 سنه. كان عندي، كنت بشتكي من فتاء متعلق، عملته مرتين قبل كده بشبكه كامله وكان بيتردد ساعتها. وصل بيا الامر ان انا وصلت لوزن 141 كيلو، وكان مفيش مستشفى او دكتور جراح عايز يعمل لي عمليه الشبكه والفتاء. رحت للدكتور كريم، عملت عمليه التكميم. الحياه بالنسبه لي اتغيرت تماما. كان عندي السكر بتاعي 420، من ساعتها الحمد لله انا مفيش سكري 85. كان عندي الضغط راح، وصلت ل 94 95 كيلو. اتولدت من جديد على ايدين دكتور كريم، واتعملت عمليه الفتاء بعديها بسنه، والحمد لله الدنيا قدامي مبهجه وشايفها بشكل تاني خالص. والتشاؤم والاكتئاب اللي كان عندي الواحد عشان السمنه وقله الحركه، كل ده انتهى، وشايف الدنيا من بشكل تاني ونضاره تانيه خالص. وعشان ما لقيتش اي اعراض عندي جانبيه ولا قيء ولا اي حاجه من الحاجات دي، انا شكيت ان الدكتور كريم كان بياخدني على قد عقلي وبيقنعني ان انا اعمل العمليه، لان هو الوحيد اللي وقف جنب مني وعمل لي العمليه. والحمد لله نجحت، وعملت لبنتي العمليه عند دكتور كريم، وخست في خلال 3 شهور حوالي 28 كيلو، وعملتها للمدام الجديده بتاعتي، وبقالها حوالي 20 يوم خس 10 كيلو. وبالتوفيق ان شاء الله يا دكتور كريم. We'll be right back.
النهارده حوار مع ضيف العزيز القيمة العلمية المتميزة الأستاذ دكتور كريم مكادي. أنا لازم أروح لدكتور الأسنان عشان أعرف إيه مشاكلي. الزراعة دلوقتي تمت بسلام، يعني خلاص أنا كده ولا في مخاطر منتظراني؟ يبقى المريض بياكل وهو مش حاسس إن هو خايف ياكل حاجة ناشفة عشان خاطر الزراعية. لا، القولون المتحرك ده طول ما هو موجود هو بيزود تآكل العظم. دايما بنقول إن من حق أي حد إن هو ياكل لحد آخر يوم في عمره بأسنانه الثابتة ويستطعم الأكل اللي هو بياكله. لازم تبقى عارف إن المكان ده هيعمل لك الحاجة اللي شكلها طبيعي حلو. الدكتور كريم مكادي، استشاري تجميل الأسنان وجراحة الوجه والفكين، عضو كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان. اسمحوا لنا نرحب بضيف العزيز الأستاذ دكتور كريم مكادي، استشاري زراعة الأسنان وتجميل الفم والأسنان وزميل كلية الجراحين الملكية، عضو الكونجرس الأمريكي لزراعة الأسنان. ضيف العزيز، أهلا بك يا دكتور كريم. أهلا بك يا دكتور أيمن، زي حضرتك. الله يخليك. عامل إيه؟ سمعت عن القصة دي قبل كده؟ أنا أول مرة أسمع عنها، بس هي اتس فيري انترستينج. طبعًا هو في الوقت ده ما كانش فيه زراعات وما كانش فيه التطور ده، فده بيبين لك قد إيه البني آدم بيعاني من غير أسنانه الطبيعية. أو من غير أسنان الثابتة. وياما مواقف تانية حصلت بقى في الحياة، يعني مش شرط. وفي بقى اللي كان بيتجوز واسنين وقعت، وفي اللي كان مش عارف. في فيديو يعني نفسي يجيبوه لنا في مرة تانية أوريك، في لحظة الجواز دي ياما كارثة. كارثة بالظبط. ومشكلة بقى إن مشاكل الأطقم المتحركة مش بس إن هي بتقع ومواقف محرجة زي كده، لا، المريض نفسه بيبدأ ما بيحسش، ما بيستطعمش الأكل. ما إحنا عندنا في الحلق ده واللسان وحوالين اللسان، كل دي أماكن حساسات بتستطعم الطعام بتاعنا، تمام؟ لما بنغطيها بالأطقم المتحركة بيفقد الاستمتاع بالطعام. الطعام ده نعمة ويعني حاجة غريزة قوية جدا بالنسبة للبني آدم، فهو ما بيعيش زينا وبياكل زينا وبيستطعم زينا، يعني هو بيدوق أقل ما احنا بندوق. فطبعا حاجة مأساوية. مأساوية جدا طبعا. جدا. خلينا نروح لسؤال ناس كتير بتسأله، لما يكون واحد ما عندوش عظم في الفك كويس، كبر العظم تآكل، هل الزراعه في الحاله دي تبقى مستحيله؟ زمان كان طبعا الدنيا ما تطورتش زي دلوقتي، لكن دلوقتي الجرافتنج، بون جرافتنج، ان احنا بنستعيد بعظم سواء صناعي او عظم حيواني، ده بنقدر نرجع بيه العظم مره تانية. كان عندنا مشكله ان الجيوب الانفيه، طبعا لما احنا بنخلع الاسنان ونقعد فتره من غير ما نعوضها، اللي بيحافظ على حجم العظم هو الاسنان اللي جواه، فالعظم بيبدا يكش زي ما احنا شايفين. العظم هنا كاشش اهو، عشان خاطر هو المريض ده خلع وقعد فتره بدون اسنان، فمش ما بقاش في عظم في المنطقه دي، فاحنا بنضطر ان احنا نزرع له عظم عشان خاطر نحط له الزراعيه بتاعته. ساعات بنزرع مع الزراعيه، او ساعات بنزرع عظم ونستنى عليه وبعد كده نحط الزراعيه. هنا عندنا مشكله الجيوب الانفيه، الجيوب الانفيه العظم بتاعها بيتاكل اللي تحتيها كله تقريبا مع فقدان الاسنان اللي تحتيه. هنا احنا رفعنا الجيوب الانفيه حاجه اسمها كلوز ساينس ليفتنج، ان احنا بنرفع الجيوب الانفيه من غير ما نفتح منام، تفتح جراحيا يعني بمشرط والكلام ده، عن طريق نقطه صغيره بنرفع الجيوب الانفيه ونحط العظم، مفيش اي جراحه كبيره خالص، تمام، وقدرنا نحط الزراعات بعد كده. هنا في الصوره دي، دي الصوره اللي هي كان فيها العظم متاكل في الاول، حطينا هنا العظم وبعد كده زرعنا فيه زراعيه زي ما احنا شايفين اهو، والزراعيه ناجحه ما شاء الله، فقدرنا نعوض السنه المفقوده. فاحنا النهارده بنقدر نتحايل على العظم المتاكل سواء بزراعه العظم او رفع الجيوب الانفيه، او لو في الفك السفلي بننقل العصب الفك. في ساعات تروح عند الدكتور يقول لك ما ينفعش نزرع لك عشان عصب الفك زي هنا، ده هنا احنا هنا بننقل عصب الفك اللي احنا ماسكينه ده عصب الفك، ودي عمليه دقيقه، عمليه دقيقه جدا، مش اي حد بيعملها. دي اول مره على فكره نطلعها على الهواء. دي ما حدش بيعملها كتير. دي العظم بيبقى تآكل لحد ما وصل لعصب الفك. هنا احنا بنفتح عليه بننقله لمستوى اوطى وبنزرع مكانه، وبتبقى زراعات ناجحه ما شاء الله بدون اي مساس لعصب الفك. ودي من ادق العمليات. فكل دي حلول، يعني رفع الجيوب الانفيه ونقل العصب وزراعه العظم، دي حلول عشان نعوض مشكله فقدان العظم. فاحنا النهارده نقدر نقول ان احنا ما عندناش مشكله مع فقدان العظم في زراعه الاسنان، لان كل واحد، احنا كل الهدف بتاعنا ايه؟ ان كل واحد من حقه يعيش باسنانه الثابته بقيه حياته.
فاحنا كل العلم شغال، كل الدراسات شغاله، وكل التكنيكس شغاله في السكه دي. نقلوا العصب، رفعوا الجيوب الانفيه، زرعوا عظم، بقت الدنيا زي الفل. التكنولوجيا خدمتكم عشان شكل الاداء الرقمي؟ طبعا خدمتكم طبعا بشكل كبير جدا. اول حاجه يعني جود دايجنوزيس از جود بروجنوزيس، التشخيص السليم هو اللي بيؤدي الى العلاج السليم. احنا من غير التكنولوجيا ما كانش في اشعه مقطعيه مثلا، دي اشعه دي لا دي الاومني كام. هنا احنا بنصور عشان خاطر ناخد مقاسات مظبوطه للزرعات، وبعد كده بتخش على الكمبيوتر اللي هو وراه ده، ويبدا يتعمل تصميم للاسنان مظبوط لايق على الاسنان اللي موجوده حواليه، وفي نفس الوقت بنفس الالوان. في الصوره اللي بعديها، الجهاز ده من الاجهزه المتطوره جدا. الجهاز ده بيعمل ايه؟ ده بياخد لون السنين. يعني زمان كانوا بيجيبوا شيد جايد زي بتاع فيها كذا لون، كتالوج فيه كذا لون ويبدأ يختاروا. هنا ده بتكت زرار واحدة بنقدر ناخد اللون بأكيرسي عالية جدا، بدقة عالية جدا، عشان ناخد البرفكت ماتش، ناخد التجانس التام ما بين الأسنان بتاعتنا. زي ما حضرتك شايف اهو، اللي تحت دي شاشة بتقول لك ان التلت الاولاني من السنة لونه كذا، التلت التاني لونه كذا، التلت التالت لونه كذا. فلما تخش المعمل ويتعمل لها ديزاين، يبدا يتعمل لها بلوكات مخصوصه بالالوان اللي هي طالعه عندنا في المكنه دي. دي ليتست تكنولوجي. دي تكنولوجي رائع جدا. ان انت يعني مش بتسيب بقى العين ينقي احنا هنا ما بتبصش على عين، يعني مش العين بس اللي بتشوف، يعني عينك بتاخد مره، الجهاز بياخد مره. بدون ما يبقى فيه مؤثرات، خلي بالك الضوء مثلا لو الضوء مش ابيض ناصع في صفار شويه هيبوظ لك اللون انت بتختاره. الجهاز ده بيضمن لك 100% ان اللون انت بتاخده مظبوط. سؤالي بقى، الاجراءات اللي قبل الزراعه وبعد الزراعه هي ايه؟ واهم حاجه تحضير الشغل. انا ده ليا جمله قديمه انا اللي مألفها، اهم من الشغل ضبط الشغل. هو ده سنه 98 اول مره ألفت الجمله دي فعلا، ما كانش لسه حد قالها خالص. اهم من الشغل ضبط الشغل. هو ده ماشي. عشان نظبط الشغل مش لازم الاول ننور نور الاوضه الضلمه. احنا دلوقتي داخلين اوضه ضلمه، مش هينفع نقعد على الكرسي من غير ما ننور النور. بننور النور عن طريق التشخيص. التشخيص ده بيتعمل عن طريق الاشعه المقطعيه ثلاثيه الابعاد. ايه اللي هي الاشعه المقطعيه ثلاثيه الابعاد؟ دي الاشعه اللي بتقطع لنا عظم الفك والاسنان لترانشات صغيره، نقدر نشخصها، نعرف طول وعرض وسمك وكثافه العظم عاملين ازاي، فنقدر نختار الزراعيه بطريقه مظبوطه. نقدر لو احنا ده في حاله الزراعه، نقدر لو في اي مشكله في اي سنه حتى لو تسوس صغير نقدر نشوفه كويس. نقدر لو في اعصاب اكسسوري كانالز نعرف هي ماشيه ازاي، فنقدر نمشي بطريقه مظبوطه. فطبعا يعني اهم حاجه ان احنا نشخص صح، وبعد كده بعد ما احنا شفنا عرفنا اطوالنا وسمكنا والكثافه بتاعتنا، نبدا نختار الزراعات بشكل مظبوط ونبدا يمشي البروسيس بتاعنا. ودلوقتي بقى في تكنيكس ان احنا ما بنفتحش فتح جراحي بدون خياطه، بدون اي حاجه من الحاجات دي، اما نقطه بالليزر او عن طريق حاجه اسمها بانش، بتخرم لنا خرم صغير بنعمل منها العمليه كلها. ده من ضمن الحاجات المهمه جدا طبعا. هرجع تاني بقى للحصار العظمي. خلي بالك يا دكتور ايمن في النقطه اللي فاتت، كل ما بنقلل تروما، كل ما نقلل الشغل، كل ما الوجع والالتهابات تقل بعد اي اجراء. الحصار العظم دي هي حاجه مزعجه قوي طبعا. وفي ناس كتير بتخلع سنانها وتسيب المنطقه دي القنبله الموقوته. احنا مجرد ما خلعنا ومعوضناش، ايه اللي بيحصل؟ مش بس العظم بتاعنا بيكش، بيبدا سبحان الله السنان بتاعتنا في حاله حركه، كل واحده سنده اللي جنبها وسنده اللي قصادها. مجرد ما بندخل على ضرس بتبدا السنان دي تميل عشان خاطر تعوض المنطقه المفقوده، تبدا السنان اللي قصادها تطول زي ما احنا شايفين في الفيديو ده. الفيديو ده مهم قوي، مهم جدا، لان هو بيبين للناس قد ايه مشكله ان انت ما تعوضش سنانك المفقوده، انت كده بتبوظ بقك كله. ادي خلعنا وسيبنا طنشنا جرح قفل. ادي الضروس بدات تميل في الحته الفاضيه. ده بيحصل فعلا، ده بيحصل فعلا، وعندنا مشاكل كتير بتحصل. ده يجي مثلا بالمنظر ده يقول لي ازرع، نبدا نوسع سن عشان نحط الزراعيه، تلاقي الضرس اللي قصاده طول، فتلاقي مشاكل كتير. وخصوصا ان ده بيخلي الجذور بتاعتها تتكشف، اللي بيبوظ السنان اللي حواليها بعد كده، ويبوظ لك مفاصل الفك بعد كده، لان انت بتاكل بطريقه مش مظبوطه. ما هي زي المفصلات بالبلدي، انت محمل بطريقه مش ستاتيك، مش ماشي بطريقه مظبوطه، محمل ناحيه اكتر من ناحيه، تبدا تبوظ المفصل بتاعك. زي ما احنا شايفين هنا
شايف سمك العظم قل، ده نتيجة ان هو كش عشان خلع ومعوضش. كل دي مشاكل بتبدأ تواجهنا نتيجة ان احنا ما نعوضش الاسنان المفقودة بتاعتنا. مفصل مشاكل في مفصل دي بتبقى في منتهى الخطوره على فكره يا دكتور ايمن، يعني تحت انت هتقول ضرس باظ فيه مشكله، انا بالنسبه لي الضرس زي الدراع، بس في ناس ما عندهاش هذه الاهميه. مفصل الفك لو باظ بنخش في عمليات كبيره جدا عشان خاطر او بيبقى الغضروف اتقطع او حصل انزلاق غضروفي، انزلاق غضروفي، فبنبدا نخش في مشاكل اكبر كتير من ان هو ضرس نعوضه. فانت ليه بتستنى كل ده؟ مفصل الفك فيه غضروف، على فكره انزلاق غضروفي هنا في الحته طبعا. دي طبعا. الحلول ايه؟ طيب انا دلوقتي انا خلاص مفيش عظم، هزرع عظم؟ ما احنا طبعا يا اما احنا بنزرع العظم تمام، يا اما لو احنا عندنا العصب بتاعنا طال، ما هي بتبقى على حسب المنطقه. عندنا في ناحيه الجيوب الانفيه العظم تاكل لدرجه ان هو ما بقاش موجود تمام، فانت عندك جيوب انفيه لازم ترفعها، فبنرفعها ونحط عظم تحتيها نسيبه شويه عشان نعرف نحط فيه الزرعات بعد كده، يعني بنعمل البيز اللي هنحط فيه عمدان العماره تمام. لو تحت عندي مثلا عصب الفك قريب بننقله ونزرع عظمه حواليه ونحط الزرعات بتاعتنا، منطقه تانية بنزرع العظمه على طول وبعد كده نحط الزرعات. عندي مريض عنده مشكله في شكل اسنانه، واحد فلنفرض ان هم ثلاثه، واحد تقول له انا هعمل لك تنظيف وتبييض، واحد تبييض بس، واحد تلاقي تقول له لا ده لازم اعمل لك فينير، مين ياخد ايه؟ هقول لحضرتك حاجه، احنا عايزين نوصل لايه في الاخر؟ شكل حلو. شكل حلو، ايه هو الشكل الحلو؟ اسنان مرصوصه، لونها كويس، نسبه اللثه اللي بتبان في الضحكه كويسه، اللي هي الايديال بتاعها من 0.3 من 0 ل 3 ملم، من 0 ل 3 ملي تمام، ده اللي احنا عايزين نوصل له. هنا احنا المريض اللي فوق هو نفس السنان، حضرتك لو بصيت مفيش تعديل كتير في السنان، وهي كانت مبسوطه بعوجه السنه اللي ناحيه الشمال فوق دي، شايف حضرتك هي مبسوطه بيها تمام وجميله، هي عايزه تنظف وتعمل شويه تبييض، ده اللي احنا عملناه لها، زي القمر بقت زي الفل من غير قصص كتيره ماشي. في حد تاني ممكن يبقى عنده سبيسز، عنده مسافات بين السنان مثلا، فراغات فراغات فراغات، دي اما هنمشي في سكه التقويم لو ينفع له تقويم، او لو الفراغات دي كبيره شويه هنقدر نخش في قصة الفينيرز اللي هي القشرة التجميلية بدون برد جامد في السنان، بدون هو يدوبك تحضير خفيف قوي، نبدأ ناخد مقاسات نعمل ديزاين للأسنان دي من أول وجديد بشكل يليق عليه ويليق على شكله وعلى لونه ولون عينيه والكلام ده كله، ونبدأ نصمم له عدسات صغيرة أو حاجات زي القشرة بتبدأ تترص على السنان كلها تدينا صفوة السنان الحلوة اللي احنا بنشوفها دي. فاحنا هي الفكرة كلها احنا عايزين نوصل لإيه؟ شكل سنان حلو، فممكن نوصله بالتبييض، بالتنظيف، بفينيرز، بتقويم. ممكن يبقى عندي ضحكه لثويه، الضحكه اللثويه دي لو هي صغيره نقدر نشيلها بالليزر، او لو مش صغيره بنقدر نعمل حاجه اسمها ليبر بوزيشن، ان احنا بننقل فتحه الشفه بتاعتها عشان خاطر لما تضحك الشفه ما تترفعش الرفعه اللي تبين لنا اللثه دي كلها، ودي عمليات كلها سهله يعني دي ربع ساعه مثلا. فالدنيا دلوقتي مفيش خط ثابت احنا بنمشي عليه وخلاص، لا احنا على حسب كل كيس بنبدا نطور ونبدا نشوف ايه الاحسن لها عشان خاطر نمشي عليه. في سؤال بقى انا عايزك تديله حقه قوي براحتك خالص في الوقت، انا معاك، اشرحه لنا، لانه انواع الماتيريال دي خناقه. طبعا طبعا. زركونيا ولا اي ماكس ولا برسولين ولا؟ انا هقول لحضرتك على حاجه، دلوقتي الدنيا بقى فيها تطورات كتير جدا، خلينا الخناقه ما بين الزركون والاي ماكس خليها على جنب شويه، انا هدي لحضرتك الحاجات الاحدث من كده اللي بتفيدنا في الزراعه. البيك والتيتانيوم مش والحاجات دي كلها دي هي ده الليتست. دلوقتي انا واحد كبير في السن خالع سناني بقالي فتره طويله جدا، العظم تاكل، في حاجه اسمها فيرتيكال دايمنشن اللي هي المسافه من هنا لهنا، لو انا عملت له السنان لو العظم تاكل بشكل كبير، السنان لو عملتها يبقى حجمها كبير جدا، ووزن الزركون عشان خاطر يتحط على الزرعات لو انا زرع له الفك كله فوق وزرع الفك تحت بعد ما فقد العظم هيبقى وزنها تقيل جدا على الزرعات. فبنبدا نخش دلوقتي على حاجه اسمها بيك والتيتانيوم مش. ايه دول عباره عن ايه؟ بنعمل شاسيه معمول من ماده اسمها البيك، الشاسيه ده بيبقى طالع منه صوابع، صوابع دي بيبقى دي مرحله من مراحل المقاسات اللي هي عشان خاطر تبقى بعد كده تتربط بمسمار، بيبقى طالع منه صوابع 14
اكنها 14 سنه وضرس مبرودين، وبعد كده يركب عليهم الزركون فالسنان تبقى حجمها صغير، ونبدا نجمل اللثه. الكلام ده كله بياخد الوان معينه تديك لثه طبيعيه، فانت كده عوضت الفيرتيكال دايمنشن بوزن خفيف بشكل سنان حلو وشكل سنان طبيعي. ده وضع البيك، وضع التيتانيوم، هما الاثنين هما بيقوموا بالشكل ده. زي ما حضرتك شايف هنا هتلاقي اخرام اماكن المسامير اللي بتتربط في الزراعات. انت هنا عملت التركيبه، ده الشاسيه بتاعها اللي هو بيركب عليه بعد كده سنين، وبعد كده يتكسى اللثه بتاعتنا بشكل حلو. ودي الاماكن المسامير اللي بتتربط في الزراعات اللي احنا مثبتينها في بوق المريض. سؤالي، هل المريض يشغل دماغه بالفروقات بين المواد؟ هو مهم جدا ان هو يفهم. لازم تعرف انت ايه اللي موجود فوقك. ولازم تعرف مدى قوة اللي انت حطه ده كسترانس يستحمل المضغ بتاعك، كوزن على الزراعات اللي انت حاططها. يعني انا دلوقتي لو حملت اوزان زيادة على زراعات، ما ايه اللي هيحصل؟ نفس فكرة العمارة. انا عملت عمارة 20 دور والاساسات بتاعتها 5 ادوار، تستحمل 5 ادوار، ايه اللي هيحصل؟ هتنهار. نفس القصة. فاحنا عايزين اوزان خفيفة عشان الزراعات بتاعتنا تعيش طول حياتك. فكل ما احنا عايزين نعوض مسافة كبيرة بنستخدم بقى البيك والتيتانيوم والكلام ده كله عشان نعمل الشاسيه اللي فيه السنين اللي هو وزنه خفيف جدا، تمام، اقل من وزن ان هو يبقى كلها زركون وبتدينا صلابة عالية جدا. هنا في الحالة دي، الحالة دي حلوة جدا، الحالة دي احنا هنا زرعنا الزراعات بتاعتنا من غير فتح جراحي خالص، ودي كانت immediate implant immediate loading. احنا فتحنا كل ده، يعني اللي فوق ده بعد العملية على طول، وتحت ده بعديها باربع خمس ايام بقى الراجل بسنانه كامله. بس هنا مش اي حد ينفع يتعمله زراعات فوريه. طبعا لازم يبقى عندي الميديا او المكان المهيئ ان احنا نزرع الزراعات دي. عندي عظم كويس، عندي صحه كويسه. عظم كويس يعني ايه عظم كويس؟ يعني طول وعرض وسمك وكثافه، صحه كويسه، لو عنده سكر يبقى كنترول، لو عنده اي امراض مزمنه تبقى معمول لها سيطره كويسه، وبقى ماشي بسنانه والراجل مبسوط والدنيا زي الفل. اللثه اللي تحت دي لثه صناعيه. ومش معموله على بيك، باينه هيب طبيعيه جامده جدا. سنان زي الفل مرصوصه. نفس اللون الطبيعي، نفس الشكل بتاع لونه هو الطبيعي كمان. بالظبط كده اهو. لونه نفسه. دي نقطه مهمه جدا. ما اجيبش حد اسمر قوي اعمله سنان فاتحه قوي. وما عملوش لسه مش مطابقه للون لسه. ما عملش لسه مش مطابقه للون لسه بتاعته. عشان انتوا ماشيين مع بعض. في حوالي 38 درجة لون بتتخلط عشان خاطر تدينا اللثة بتاعتنا دي. 38 درجة. 38 لون فيهم أصفرات وبمبات وأزرقات ورمادي وموف، في ألوان بدرجاتها كلها. يعني البمبة حتى ليه مثلا في 10 ألوان بمبة. طبعا البنات عارفين الكلام ده. هم عارفين أكتر. ده البنت لا ده سيمون ده بالظبط بوربون ده لولو كمون. احنا بالنسبه لنا احمر. نورت وابدعت ضيفي العزيز واحد من نجوم عالم الاسنان طبعا دكتور كريم مكادي، استشاري زراعه وتجميل الفم والاسنان وزميل كليه الجراحين الملكيه، عضو الكونجرس الامريكي لزراعه الاسنان، كان مبدعا في حواره في الدكتور. في 2021 او 22 هل ممكن ان يوجد في مكان في العالم في مصر صاحبة التقدم والريادة في عالم طب الأسنان اسمه إن حد كده مش دكتور يبقى فني ولا أي حاجة أو هاوي يبقى ماشي بشنطة مع تركيبات جاهزة يخرم لك بشنيور ويركب لك سنة كده في مكان ما تحت أي ظرف من الظروف؟ يا أخي لو معكش فلوس خالص كلية الجامعات فيها لان هي في سوبرفيجن عالي من الدكاتره كل اعلى الكفاءات جدا جدا جدا. الدكتور المصري مفيش زيه. مفيش حتى زيه. الشباب يعني مش شرط يكون كبير وخبره، لا ممكن يكون شاب طبعا. لسه بس عنده الخبره وعنده سوبرفيجن، هيكون عنده الانفكشن كنترول. المكان دي مش هتقعد في مولد ولا تقعد في حته ولا تقعد في تجمع تعمل حاجه زي دي، ما ينفعش. خليكم مع الدكتور.